والقشتات لا بأس فيها. شو عندكم اليوم؟ هذا كنت بحط صورة غلط. مين هذا؟ ياب استاذ، نريد قسطات. هل تريد قسط؟ والعياذ بالله، من يريد قسط؟ والعياذ بالله، هل تريد قسط؟ والعياذ بالله، هل تريد قسط؟ والعياذ بالله. اللهم احفظي بكيني من شر الإرهاب. حيوا سكس، تفضل، تفضلوا، تفضلي، اطلبوا القسط والعياذ بالله. شكرا على اللايك، شكرا على التقديس، love you. تفضلوا guest اليبي الموجود. البكيني والعياذ بالله، هل تريد البكيني والعياذ بالله؟ العرب قل له حرية، يقول له حرية بكيني شراب مثلي، لأن الحرية بهابتها. بقول رأيي انت تبي شرير. اللهم احفظ البكيني من جر الارهاب. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفتين. لا، انت مشكوك في امرك. ماذا انت تبي؟ همثين وشراب وخراب. والله الوضع مؤسف، الوضع مؤسف ان الناس تطلب حرية، تطلبها يا اخي. يقول لك لا، تبي حرية؟ نبي حرية نعم، لكن لا نحلم، لا نريد شعب، لا نريد ذكاء. معناته ايش سويت؟ معناها حتجيب سيستم جديد، الحين بتمسك السيستم الجديد، حيقول هذا، حط عليك اي واحد من الليبلز هذا، يقول عليك شيء مثلي ما ادري ورابع، خلاص طارت حرية، يعني ثورة على الفاضي. يفهمي؟ الدولاز. لا، تبي الغرب مثل الغرب. يا ريتك مثل الغرب. الحين سلمان العودة لو في أمريكا ما حيكون في السجن، صح ولا غلطان؟ لا صح ولا غلطان؟ الحين المشايخ اللي في السجن هذول لو هنا لا جولة بالأكلام فاضي. نبي تونس. مرحبا بكم يا جماعة، أنا حدخل كل قسطات. تعال تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا باشا؟ اخبار؟ كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله. اخبارك ايه وصحتك عاملة ايه؟ اذا انت كويس انا كويس. تمام والله، منور الدنيا حبيبي. عايزين انا بحب حوارك مع الوطنجيه، وعايز اعمل ايه؟ عايز اسمح للي هم مع الوطن يجون وحضرتك تتناقش معاهم وانا اتناقش معاهم. انا لاحظت ما في مكان زي ذا. هاتهم ما فيش اي مكان يروحوا. اذا راحوا اللايف حق الوطن الوطنجيه نزلوه، واذا جو عندهم عارضين حيسبوهم شويه نزلوه. لا، وانت ويقول لك انت ما بتديناش الكلمه، انت ما انتش ديمقراطي. ايوه ليه بتقطع علي الكلمه؟ فاهم كيف؟ بعدين نعمل حته حلوه كده. انا عجبني حوارك معهم، انت شخص عندك علم تناقش، وانا عندي الاتجاه المعاكس. هم يجوا بس هم يجوا في وقت واحد بس، هيجوا انت لما نشتم حكام ولاد الشعب.
شرميط. سمو سيدي، لا سمو سيدي. هم دلوقتي نايمين عندهم الوقت. لا يا حبيبي، دول ما بيناموش، دول بيقبضوا فلوس. الساعة 9 صباحا توقيتهم، انا بعرف. دولت بيقعدوا 24 ساعة، دول ما بيناموش. انت عايز بن سلمان ولا السيسي يحط لهم الخازوق؟ وانا بدفع لكم يا اولاد الكلب عشان تناموا. قوم يا اخي. عارف كيف عرفتهم بيدفعوا اليوم؟ لاحظت اوقاتهم، الساعة 9 صباحا كذا يجيك. ادخل الجوال ثاني، يعني هذه بزنس اورز، يعني ما في احد بيصحى الوقت العجيب هذا على طول يمشي لايف معارضين. سمو سيدي، انت ما عندك شغل، فاهم كيف؟ بيخافوا حد يتكلم على يجمع حد يتكلموا بحد. هم بيخشوا بس عشان ايه؟ يفسدوا اي كلام، اي كلام. يعني انت بعدين الرزق في الصباح بيحب الخفيه، يعني هم بيحبوا كلام الرسول. الرزق ايه؟ في الصباح حلو واحنا بنقبض. ما في بني ادم عادي كل يوم الساعه 9 صباحا، يعني هذا 9 صباحا هذا وقت، يعني 8 9 صباحا كل يوم لغايه على توقيت الهلال. ف كله على قفا الشعوب العربيه. يعني بياخدوا من فلوس الشعوب عشان شويه المعرضين يطلعوا يعرضوا. ياخدوا من فلوسك عشان يقمعوك، تخيل. تخيل انت بقى، وبفلوسنا نجيب سلاح ويرفعوه في وشنا. ايوه. لا، ما مهزله، احنا بمهزله والله، عار. وانت اذا ها انت غلطان، كيف جريمه هذه؟ اكيد طبعا، يعني جريمه كبيره غريبه. تعال سكس، احنا قاعدين في وسط المنافقين، كميه نفاق. وسبحان الله، يعني ربنا اتكلم عن الكفار، يعني اقول لك ايه، اقل من المنافقين. اما القرآن كله كلام عن المنافقين، يعني المنافق ده بيصلي بيصوم بيزكي، بياكل معاك من نفس الطبق، وفي نفس الوقت بيخونك ويطعنك في ظهرك عشان شوية ملاليم، مع انه هو لو خد الحرية هياخد اكتر من الملاليم اللي بياخدها، بس هو بيبيع دنيته بدنية خيره. اسألك سؤال الحين، ما ادري احنا ضدهم وكذا، السلام عليكم سيد. نعم احنا ضدهم، لكن احنا عليهم بعض الاحيان كذا، احس انه مساكين، يعني الواحد منهم عايز يطعم عياله في النهاية، فاهم كيف؟ فكيف ما كيف كيف تعلقوا؟ والله اللي بيبيع دينه بعرض الدنيا وبشوية ملاليم ويتاجر بدينه، والله ربنا ما هيسامحه. هيسامحه في ايه؟ وتفضل السكس، ممكن برضو على قدراتك، يعني هذا بس، يعني احيانا نحل عليهم لانه ايه، طبعا لاحظت السيسي سواها تفقير الشعب عن عمد، يعني تفقير ومنهج، عشان ايه؟ ما يبقاش عندك حل، تضطر تبيع عرضك، تضطر توافق على اي حال. ف يعني البني ادم في النهايه لازم ياكل عيش، يعني لا لا لا، ما فيش حنيه يا ايكي. الحنية مع الأشكال دي بتضيع مستقبل أجيال، بسبب يعني مش هم مش جهلة، هم عارفين إن هم بيخونوا وعارفين إن هم بينفقوا، بس كل ده عشان إيه؟ عشان شوية الفلوس اللي بياخدوها، ويا ريتها فلوس حتى بتبان عليهم. يعني لو جيت بصيت لهم الفلوس، ما هي فلوس حرام، هو أصلا كده كده بياخد الفلوس فلوس حرام، وبتتصرف برضو ما بتستناش، ما هو ما بيبقاش فيها بركة، يعني هو كده كده ما بيطولش. كتير يا اخي، راتب الضبابة 1200
طيب 1200 1200 هيعملوا له ايه في انت؟ لا شيء ولا حتى ايجار يعني. ايجار ايه ده؟ ما يكفوش اكل وشرب. والله ما يكفوه اكل وشرب، ما انا كنت هناك في السعودية وعشت في السعودية، ما يكفوش اكل وشرب. دقيقة يا شو اسمك انت، لا اله الا الله، اصلا انتوا بينكم حدود يعني، انتوا كمان يمديكم تتصرفون، ايش يخليك تتكلم عن السعودية بالشكل هذا؟ ما السعودية تعتبر بلدي. تمام، بدك تقعد تتكلم عنها؟ اقعد اتكلم عنها. لا هي مش ارض مسلمين ولا ارض كفار؟ تمام، هي ارض مسلمين. طيب انت ما انت شايف بلدكم كيف متدمرة ولا شنو؟ ما هو بسبب والله ابن سلمان وابن زايد. احنا عندنا القطاع ايوه عبد الصحي، القيس، ايش عنده مكبر عندكم في بين البيوت وذا؟ ايه؟ تعال تعال، اي كي، ايش الهرجة؟ تبين يفصل عليه ذا ولا شنو؟ بصراحة يا ست معاه حق يعني. شوفي، هو اقول لك شيء، زمان كان عندهم المرسي سيء جيد، هذا شيء ثاني. هم اختاروا مرسي بالطريقة اللي هي ديمقراطية، الناس اختارت مرسي. يجي بن سلمان وعبد الله من هنا يقول لا هذا غير مقبول، وبملايينه يحطوا لهم هذا السيسي. يعني احنا السعودية هي اللي جابت لهم السيسي. طب انت عارف اي كي مرسي اتشال عشان ما ينفعش ان هو يكون قاعد على الكرسي؟ ما ينفعش في مصر يكون في صوت حر، ما ينفعش يكون في رئيس منتخب من الشعب، لان ده هيضر بمصالحهم، هيضر بكراسيهم، هيوصل لكراسيهم. هو خليهم، فكان لازم نهد مصر، لازم نهد مصر. كان لازم هو مصالحهم ده كله شيء ثاني. هم بالنسبه مصالحهم شيء يعني، هم مجرد هناك تنفيذ. يا باشا ترامب لما طلع قال لك ايه؟ قال لك لولا السعوديه ما كان هيبقى في اسرائيل، ما كان هيبقى في كيان. دقيقه، ايش دخل السعوديه في اسرائيل؟ انت ايش جالس تخبص، ولا انت ما انت صاحي، ولا شو الهرجه؟ هذا كلام ترامب. انا بتكلم كلام ترامب، حامي الحمى، حامي حكام العرب. يا عمي حامي جيبوا في اسرائيل، ما في السعوديه ابدا يا حبيبي. انتوا بينكم حدود، ليش ما تقوموا؟ ليه هو السعوديه أبداً. السعوديه ما تنجستش ودخل فيها اليهود والنصارى؟ احنا لو واو، اسمعني، احنا لو عند الحدود حلو، نشوف كل يوم واحد يتقتل، كان فكينا الحدود، دخلنا الفلسطينيين. طيب انتوا كشعب مصري جالسين تتكلم مع السعوديه بشكل سيء، انتوا بينكم وبين فلسطين بس مجرد حدود، ليش ما تقومون حرب؟ هنا الكلام، احنا حنتعاون معاكم، بس انتوا ليش ما تبدوا؟ هنا الموضوع، انت لا تقعد تتفلم عليا. عارفه ليه؟ اقول لك انا ليه. عشان ربنا يعني عايز باذن الله ان لازم يكون في فوضى في قلب مصر، لازم مصر يكون فيها فوضى عشان تاكل الاخضر واليابس، عشان تشيل الوساخه والنتانه اللي حطها الخليج والكيان والامريكان. كل ده لازم يتشال، فلازم يجي طوفان زي 7 اكتوبر كده، طوفان الاقصى كده، يجي يشيل، ما يخلي يشيل من الجذور، ينتع الوساخه والنتانه اللي اتبنت عليها. انت جالس تتكلم بكلام غير منطقي جدا يا شيخ، لو غير منطقي يضحك عليك. لا والله، هو الكلام مش هيبقى منطقي بالنسبه لك، لان انت ما يعني انت مش شايفه، انت ما انتش حاسه. وبعدين معلش في الكلمه، انا ما بك يعني حته ان الست تطلع تدلي برايها اكبر غلط على الشعوب العربيه. احنا عندنا مصر اتبهدلت، ومصر احنا مصر اتبهدلت واتهانت. اسمعي بس، مصر اتبهدلت واتهانت بسبب ان الست هي اللي بتدي راي، وخلى والسيسي العره خلى الست بقى لها راي، بقى لها مكانه، بقى لها هي اللي ماسكه البلد اساسا. طيب انت وغيرك والحمير اللي زيك، لو احنا واحنا في الدنيا هذه ما كان لكم عقل اصلا في الدنيا ذي. نذا وثاني حاجه تقعد تقول انتوا ما لكم راي، تدروا انكم انتوا وسختوا الدنيا كلها، منتشرين في كل مكان. امسكوا بناتكم يا عمي، جالسين يتعارون في كل مكان يا ابو خاص، انتوا تتكلموا عن السعوديه. صحيح صحيح صحيح.
الست عايزه تبقى منفتحه وهي انفتحت على الاخر. ومن ساعه ما انفتحت اتشرمت، جاي تدور على يعني من ساعه ما الست انفتحت في الدول العربيه والدول العربيه برجالتها بصراحه اتشرمت بسبب الست. اللي هم الشرمطه واحده من اخواتك صح؟ لا هو الشرمطه ديت كتير يعني، وانا اقول لك لا انت شرمطه كمان اهلك كتير ضمنهم يا فجي يا حمار. انت جست والله كل واحد هذا. كل واحد اضرب نعجته. انت بقى نعجت، انت بقى مين الراجل اللي بيقنيكي، مين الراجل اللي بيقنيكي عشان تطلعي وتتكلمي بالطريقه دي؟ اكيد نطع نطع عشان سايبك تطلعي على السوشيال ميديا كده وتتكلمي في اللي انت مالكيش اصلا تتكلمي فيه. اها ها ها يا حبيبي انت بتتكلم عن بلدي. طيب ايه انا هحط خلاص رجلي في فمك هنخليكم يا تئموا بينا بقى بعد كده، حصير يعني احنا هنبقى نصلي وراكم بقى. إيه الست اسمع المرأة راحت الست المرأة جاية. اكي اكي تدري هذا الله ينعلكم، ده انتوا بوظتوا الدنيا والله، ناقص عقل ودين. اسكت لا سمحت، سبحان الله. اتكلمت لا تقعد تنابح. ايوه انبح بعدين. اي انا بنابح، انا بنابح، ما انا بنابح فعلا، انا بنابح. بقول لك ايه، منابح ماس ايه اتكلم يا ايه. ايوه تدري هذا حلو، تدري مين اللي يليق دايم؟ مين هذا؟ هذا دايما انا اصغبه في السرير ترى لا يغرك. اوف البس الشعر. لا بشوف شوف انا اقول في الحق، هي والله هي ست حرة، لكن انا لاحظت شيء يعني. هو طبعا هذه الفترة يوم قامت فلسطين احنا كلنا كعرب يعني طبعا ما عدا الدواب بنحس بالالم في فلسطين ونلوم بعض، وهذا شيء يعني طبيعي انه نلوم بعض. يا اخي مصر تحرك يا اخي، والله ما عارف كيف كلنا مقموعين ومغلوب على امره. لاحظ العالم الوطن العربي ما في اي بلد ما فيها دكتاتورية، يمكن بس المغرب. يا ايكي ايكي انت عارف انضف ست في العالم في الوطن العربي دي، انضف ست هي مين؟ هي الست الفلسطينيه بجد وعن جد. ست عارفه يعني ايه دينها، عارفه يعني ايه كلمه راجل، عارفه يعني ايه. انما احنا عندنا الستات ايه عايزه تدي رجالتها بالجزمه وتقول لك انا اللي هنا وانا اللي هناك، انا الكبيره. هنديكم وكل ده وكل ده خليكم تركعون تحت رجولنا وتنبخ. استني يا بس استني بس بوجهك ذا مسوي بوجهك ذا استني يعني بس عشان واحده جت هانتك هنا تقعد تنابح وتقول الوطن العربي ومدري ايش. لا يا حبيبي ترى عادي غير يا جوهره يا جوهره، ومع انك انت ما حاطه جوهره وانتش جوهره اصلا. تدري بص فين الجو؟ تدري بص يا جوهره، بص يا جوهره، تدري الجوهره هذا ايش تسوي فيك؟ تهينك في نص التيك توك حلو، وتعلمك انت ما تعرفيش تهيني، انت ما تعرف ترجع تعتذر، انت ما تعرفيش تهيني غير نفسك، انت ما تعرفيش تهيني غير نفسك. ولا حد يشوف حسك اصلا في السوشيال ميديا كله يا احنا عندنا مثل هنا 6 سنتي، احنا عندنا مثل هنا بيقول لك ايه، لسانك حصانك ان صنت صان. اما الست ما عندهاش لسان عشان يصونها، الست دايما قليلة الادب. ليه بقى؟ اذا انا ما عندي لسان يصونني ما طلعت هنا يا بقى؟ ليه بقى؟ طيب وجيت كلمتك يا بصي بصي بس عشان ما تقعديش تطبلي كتير وتهري كتير، عشان احنا اصلا شفنا منكم مأساة. أقول يلا يلا بس على الكاميرا أروح أوزع فلوس على الرقاصات. يا طب ما تيجي، ما أنت واحدة منهم هلا، وأنت مش من ضمن الرقاصات؟ هو أنت ما بتروحيش الرقاصة؟ أنت ما بتروحيش أشرف الحفلات؟ منكم من أمك هالقحبة، أنت ما بتروحيش الحفلات ترقصي بالتتة؟ يمكن ظروفها وداها. ما بتروحيش حفلات تركي آل الشيخ ترقصي بتتتك؟ ايوه وانت اللي تشوفه طالع بالتيك توك فيزياء. بتتتكوا اللي مش عارف انتوا حاطين لها كورتيزون ولا حاطين لها ولا بتاخدوا فيها ولا ايه مش عارف. هذا اللي جالس تتكلم عنها. طيب ايوه عنها في عائلتك كلها
ناكتهم وعلمتهم كيف اصلا يكونوا على الديانة. حلو والله انا ما يشرفني، انا ما يشرفني انت حتى، انا ما يشرفني تتكلم عنها يا شرم مطي القحبة، انت عشت فيها واكلت فيها. طيب واذا ما هي عاجبتك اسكت اوكي، يعني ما حد جابرك. لا مش هاسكت، كلمة حلوة. وانت مين انت عشان تقولي لي اسكت؟ مين انت عشان نجي عندكم عشان ندفع عليكم فلوس يا عيال القحبة؟ ترى الارزاق هذه كلهم ترى من فلوس. اما انا عارف انتوا بتجوا هنا عشان تتمتعوا بس، عشان تتركبوا. ايوه عشان اهم شيء تدرون انكم حق متعة يا عيال القحبة. والله انكم حق متعة، حق شهوة بس، عشان تتركبوا بس. ما حد حيتزوج واحدة من بناتكم صدقني. عارف يا ايكي، الواحد لما بيشوف الست الفلسطينية والستات العربية من الامارات او السعودية او مصر او الاردن او اي مكان، فعلا بينده، والله بينده ان ما في رجالة في الوطن العربي. ان يخلي اشكال، يعني اقول لك ايه، لا عارف يربي مراته ولا عارف يربي بنته. واقول لك ايه، اوبن ماين، خليك منفتح. اهم حاجة حرية المرأة، خلينا لحرية المرأة حرية. اتفشخنا، بقينا اذلة، بقينا عندنا عار، بقى الوطن العربي اذلة وعار على الامة كلها، عار بسبب ايه؟ الست يا امك واخواتك يا حمار اللي عندك في مصر. الست عايزة تقود، الست عايزه تعمل اللي في دماغها، الست حره، الست في دماغها. دي مصيبه. اه والله، احنا يا عم تصدق وتامن بمين؟ انا ما شفت واحده بتطلع جيل راجل، احنا بنطلع جيل مخصي، حريم بتطلع جيل مخصي. مخصي، عارف يعني ايه مخصي؟ عارف؟ ايوه، جسكس. مخصي، مخصي فعلا حرفيا. فدي دي ام المستقبل، يعني دي باشكال، دي نقص عقل ودين، دي ام مستقبل، دي ام لجيل هيجي عار، دي هتعلم جيل هتقول له ايه؟ عاش الحاكم مات الملك، خليك في حالك يا حبيبي عشان ما تموتش، خليك في حالك. هي دي، هي دي الست، الست العربية. اسمع يا طعمية، اسمع، تدري الجيل هذا ماشي يا كبسة، ماشي يا كبسة، ايه مالها طعمية؟ الجيل اللي جالس تتكلم عنه كبسة، بقول لك ايه، بس قولي لي يا كبسة، قولي لي يا كبسة، كبسة اللي جالس تتكلم عنه، انت واحد منهم اصلا يا قولي لي، قولي لي يا كبسة، قولي لي يا كبسة، انتوا عملتوا ما تتشرف، ما نتشرف فيك اصلا. قولي لي يا كبسه، قولي لي يا كبسه، انتوا عملتوا اطول كبسه في العالم. سليمان، سليمان، سليمان شايف هذا؟ ده اخر طموحه على السعوديه ويقول انه احنا عندنا جيل مغصي. وهو واحد منهم ترى كان عندنا. لا هو انا بتكلم غلط، يعني هي الاجيال بتاعت العرب كلها مخصيه. هو انت هتشتغليني؟ انت 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 عندك دم اصلا يا بيه؟ انت عندك دم؟ انت بجد عندك دم؟ انت شايفه الاوروبيين بيعملوا ايه عشان اخواتنا المسلمين، وانت يا عره بتعملي ايه؟ بتروحي ترقصي في الحفلات؟ والله ما حد عره غير بتروحي تهزي التته من القحبه يا فجرة. اسمع يوم امك تتكلم عمتك تتكلم انت تسكت. طيب لما انت تبطل عن الغلط، حلو، يبقى انا اتكلم معك بكل هبطل عن الغلط. انا مش هبطل عن الغلط، اشكالكم الوسخة دي جابتنا ورا. اسكت يا متناك يا مهان، يا المهان، اشكالكم الوسخة دي جابتنا ورا. اقول اسكت، انتوا رعاع الامة، انتوا نطفة، انتوا نطفة، انتوا نطفة الصهاينة يا بت. اقول اسكت بس خليك يا عمي، تدز امها، ما حد يصرف عليكم غيرنا يا القحاب. ايوه، ما حد يشوف. أيوة انت بقى فرحانه، او انت عاملين، انت عاملين رجاله. ما المصيبه عندنا بيقول لك ايه، الفلوس ما بتعملش راجل. اما انت أيوة. عندك ابن سلمان بقى الحمد الفلوس، لله انك عرفت الفلوس مفكره ان هو راجل، وهو ما هوش راجل، ده منبطح.
لو مو الفلوس ما كان بناتكم يبيعون نفسنا على السعوديين ويقعدوا يتمرقصون قدامنا ويتفاسخون اوكي، ولا تيجي واحدة من قحبة تنزل السعودية وتقعد تقول انا عاوز اشتغل انا عاوز اعمل ايه انا عاوز وانا عاوز، فاهم؟ ففي فرق ترى يوم احنا نجي نتكلم. ما انا بقول يا ما انت مش عايزة تفهمي يا جوهرة، بيقول لك ايه يا جوهرة؟ انت مش عايزة تفهمي، تموت الحرة ولا تاكل بثدييها. تخيلي بقى احنا مفيش حرة، احنا بقول لكم انتوا شوية يعني شوية عرر، انتوا حريم، خسارة ان انتوا تبقوا امهات لاجيال. والله والله بجد والله انا بقول لك الحقيقة، طيب انتوا خسارة تبقوا امهات، لان انتوا امهات فشلة، مش فشلة بقى، عاهرات. لا يطلق عليكم غير عاهرات. امك زينا صراحة، بلعت الكبسة زينا. بلعت الكبسة، روحي بقى يلا عشان الخروب بيناديكي. اي خروفي يدفع فلوس، يلا يا بنت روحي عشان الخروب بيناديكي يا بنت، يلا. اي خروفي والله، شوفي اي خروف من انيك يا بنت، يلا انيك. ايه انيك مين؟ انا انيكك واصغبك من ورا يا ابن القحبة يا متناكة. انا بقول انا ما بقولش الكلمة دي قليلة الادب يا سفلة، انا بقول ايوه عشان كذا انا اقول لك انيكي انيكي، عارفه يعني ايه انيكي؟ يعني اللي بيصرف عليكي، الراجل بتاعك، مع انه هو ما هوش راجل. انا انيكك وادفع عليك فلوس، انت كم تبغى بس اشر لي وانا اقشر لك. عندك؟ ايش قلت؟ كيف بتتم العمليه؟ ما عليك ما عليك، عندي الموضوع يا كم خروف موجود على قولة. ما هتلاقي جنس ثالث ولا حاجه. خدها عندك بقى معلم، عشان الاوروبيين بيحبوا الحاجات دي. اكي ام بقول لك ايه، شوف اكي ام، تدري هذا اللي جالس يتفلسف الحين شكله اصلا ما عنده زي اللي عندك انت، شكله هذا متحول جنسيا، شفت زي بدر خلف وذا واحد منهم، صدقني هذا ينزغب ويقعد يتكلم عن الشرف، ولو مو كذا والله العظيم ما كان طلع هنا وقام يسبسب السعوديه، شكله في واحد زغبه حلو جاي يطلع حرتنا فينا، ولا ترى اللي جالس يتكلم عنهم حلو تراهم اشرف منك واشرف من اهلك واشرف من عيال عيال عيالك والاجيال اللي جايه، وهم احسن جيل في الكون هذا بصراحه. بس بدون الاهل خذ راحتك. بس ايش؟ لا 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 استنى استنى، هي خلاص كده كليتك يعني كده كليتك خلاص، البيضه نزلت منك بيض البيضه ما تستاهل حتى احد يقول لك حبيبي. اسمع بيض البيضه بيض البيضه يا فشله. اسمع يا ابن الزنوه اسمع، انت شكلك اصلا ما ادري كيف جيت على الدنيا حلو وجاي تتفلسف علينا، عاد روح دور راح تجدول عليه لانه الموضوع هذا ما يمشي معايا بصراحه. يا بيعجبني قوي بيعجبني قوي يا ايكي، سيبها بس، انا بيعجبني قوي 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 جدا لما الاشكال الوسخه لما بتطلع الوساخه والنتانه اللي جواها. اي سبحان الله زيك كاتب لا اله الا الله محمد رسول الله، قاعد تنسب باللايف يا ابن ما تقوليش بس الكلمه دي عشان انت ما تعرف شيء، انت عبد يا بنت عن الاسلام يا بنت، انت من ضمن العبيد، انت من ضمن العبيد، اخرسي والله. يا كل العبيد ما يتكلموش يا بنت، واحد خسيس زيك يكتب لا العبيد ما يتكلموش، يتفلسف هنا يا ابن الشرمط. العبيد ما يتكلموش يا رخيص. انبح انبح ليست مطبقه، عبيد 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 لازم. ما هم بص ما هو انت بص بص يا ايكي يا ايكي، ما تحاولش معاها اصل العبيد لهم ايه لهم معتدل، خليه يغير اسم الحساب بعدين انا اتفاهم معاه، غير كذا تتفاهم معايا اسامي الله ويقعد يسبسب في اللايفات ومسوي انك رجال بوجهك ذا يا المخصي. انت بتتكلمي عن ابن سلمان الوجه بتاعه ده؟ وشاهد شاهد من اهلها. اضحكوا 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 يا جماعه، يا زلت لسان معلش، مش هيصرفوا لك الفلوس، هيخصموا عليك، بقول لك هيخصموا عليك المرتب، بقول لك ولا هيخصموا عليك المرتب. شوف بقول لك حاجه، طيب لا بس قولي لي يا بت، قولي لي يا بت، انت بتاخدي كام؟ والله اخذ على قد ما امك تاخذ، يمكن دبل يا بعدي. لا بجد والله ابن سلمان بيديكي كام؟ تبغى تاخذ زي ولا يعني تبغى. بجد على قد ما انت بتعملي له وبتطبلي له كده، اسمع وعلى قد ما بتطبلي له كده
على قد ما بتطبلينه كده بيديكي كام؟ والله يستاهل الذنب اللي انت عماله بتشيليه ده. دقيقه ايش قلت يا ايكي؟ لا 6 ما تطبل 6 ترى يعني حره، ولكن ايش اعتقد انت بس جرحت المشاعر يوم قلت المراه وكذا يعني. هو انا بتكلم عنها لوحدها ولا اللي على راسه بطحه بيحسس عليها يا عم ايكي؟ ايوه اللي على راسه بطحه بيحسس عليه. طالما هي تعبتها كده يبقى هي من ضمن اللي انا بتكلم فيه. سبحان الله لدرجة انك جالس تتكلم عن اهلك وانت ما انت حاس. والله سبحان الله. تخيلي بقى انا اهلي، انا اهلي معلمهم الادب ازاي؟ سبحان الله واحد مخصص. انا تعرفي ان اختي من عمرها ما شالت تليفون، ما زالت جوال، بس يوم تروح مدرستها يا حيوان تنزغب. تدري كيف تنزغب؟ اقول لك يبطحوها على نص الجامعه ويزغبوها. يخرب بيت جمالك يا علي النعمه، وشك يقطع الخميره من البيت. اسمع اقول انت لك، انت يا بنت جوزك سايبك كده ومش عايز مين يا حبيبي؟ انت تحسب الدنيا تمشي على كيفك ولا بس؟ انت مش متجوزه؟ تقعد تتلقف. مش متجوزه؟ اصلك مالكش دعوه بيا. ما هو صحيح مين هيستحمل اصلا اشكالك اصلا؟ يا فقي يعني مين هيستحمل شرموزز جاي كده؟ اي وانت كيف سيسي مستحمل مخانيث عنده يعيشون يقعدوا يتمكحبون يا الانثى؟ لا معلش ما تقوليش، ده السيسي اكبر مخنث، ما زي ابن سلمان بالظبط يعني، كلهم منبطحين بياخدوا في ظهرهم على طول. ايكي اقول لك ايكي كلم يا ايكي، سب بلده ويقعد يهين اهله ومدريش، بالله هذا بيجيب السعوديه عاد خليه يتخرج، بروح اكل بعدين. بسب بلدي عشان بلدي وسخه، بلدي اللي بيحكموها اوساخ انطاع شبه اللي بيحكموكي كده سليمان. بس انا بقول الحقيقه، انت ما تعرفيش تقولي الحقيقه ليه؟ لانك عبده، لست حره، انت من ضمن العبيد. حتى لو هو بيقول لي، حتى ايه كي بيقول لي انت من ضمن الاحرار، ايه انت عبده. تدري مين العبد؟ وكلامي معاكي ظهر حقيقتك انك عبده. انا عندنا عبيد، عندنا عبيد ونزلت ورقصت وهزت التته وتسلم الايادي وتسلم يا محفوظ بلادي. التته مره واحده كده ايه؟ لا بقول لك احنا ما جابنا ورا غير الستات. هم اصلا الحكام عرفوا يعملوا ايه في المجتمع العربي، لازم الست هي اللي تصدر المشهد. ليه؟ لان الست بتيجي بالكلمه وفي نفس الوقت ما عندهاش راي، هي كلمه توديها وكلمه تجيبها، كلمه عاطفيه الزن على الودان امر من السحر عند الست. فلما الواحد بقى يقول ايه نسائنا وستاتنا ويطلع يحتفل بعيد الام ومش عارف ايه، كل ده عشان ايه؟ عشان الست تركب الراجل، ولما الست تركب الراجل يجي عشان يعمل حاجة ولا يسترجل تقول له لا عيالك، لا هتسيبنا لمين، لا ما عندهمش دي. انما تقول له كده روح وانت في حفظ الله، لا مفيش الكلام ده. فاحنا عندنا العقليه النسائيه شويه ما فيهاش دين، عيبها ان هي ما فيهاش دين. تعال اتفرج بقى على الست الفلسطينيه شايله ابنها وراسه مفصول عن جسمه وبتقول الحمد لله، اخدت من دماغنا حتى طرد يا رب، وهي بتدعي زوجها ان هو يروح وينصر دينه. انما احنا عندنا لو حصل الكلام ده يمين بالله الست هتلاقيها طالعه، الست العربيه هتلاقيها بتطلع تكلم ربنا تقول له ايه، انت ليه بتعمل فينا كده يا رب؟ انت عملت فينا كده ليه؟ احنا عملنا ايه؟ كفر كفر والعياذ بالله. والله بقول لك ناقصات عقل ودين، وتيجي تقول لي الست ومش الست وهي تعبت من تعبت ايه؟
احنا بنتكلم في حق. انا من عارف هقول لك ايه، انا عندي 30 سنه، من ساعه ما تابعت ثوره 25 يناير لحد الان ما شفت حد متصدر المشهد وبيطبل للسيسي قد الستات، وشوف هو مجوحه وبيقطع عنهم النور ومطلع عين اللي خلفوهم واللي جابوهم، ومع ذلك على قلبي زي العسل. طبل يا ولد، طبل يا ولد، ده سيدنا وطاج راسنا يا ولد. بس ايه، كله بياخد مصلحته، يعني اللي ماسكه وزاره، اللي ماسكه محافظه، اللي ماسكه اداره، اللي ماسكه مديره، اما تحط رجاله لا، الرجاله لا، شباب لا، لان الشباب هيقفز فاقسين امه، هو ما بيطقش الشباب. 60% من الشعب المصري شباب. بس بيعمل فيهم ايه بقى دلوقتي؟ بيدوهم مخدرات. خد يالا ترمادول يالا، خد يالا حشيش يالا، خد يالا مش عارف استروكسيا. والعيال اتهبلت. اه والله العيال اتهبلت، يعني اكتر الشباب اتجنت، اتجننت، ويا ريتها مخدرات، يعني مثلا مخدرات عدل، لا ده مخدرات بتتلف الدماغ تماما. اوكي بقول لك ايه، والله انا تعبت هذا وسولف عاد. بقول لك ايه، انت مصريه يا بنت، انت عندك عرق مصري يا بنت، خليك في نفسك، لا تتكلم، خليك في جوزك لما نعوزك يا بنت. انا بتكلم دلوقتي، بتقطعيني ليه يا بنت؟ ما حتكلمك اصلا، اسمك اي كي، لا يلا دز امه وحط النعال في فمك، لا هين جدك عبده، عبده اعملي ميوت يا بنت، لما الراجل يتكلم الست تخرس وتبلع لسانها. اكبر منك تتكلم، وعمتك يا كلب تتكلم، انت تقعد تنابح وتجلس عند رجولة، سامع؟ طب والله، طب تصدقي وتأمني بمين؟ لو انت كبيره سنة انا اهينك اكتر، عارفه ليه؟ لان انت ما انتش محترم، لان انت انت اللي بتجيبي لنفسك الاهانه وبتجيبي لنفسك العار. طيب اسمع، لو انت ست كبيره فعلا، حط النعال، لو انت ست كبيره احترمي نفسك وتكلمي، وسيبك من شغل التطبيل اللي جابت ناس ورا، وسيبك من شغل الصاجات ده بتاع نابح. انت بنت المفروض تيجي تشتغلي مع فيفا عبده هنا، انت كان المفروض تبقي تحت تلميذتها، تبقي رقاصه معاها. تلاقي انت اللي جالس رابطه جنبها طرحه في خصرك وتقعد تراقص عشان تثبت انهم كلهم مخنثاء زيك، صح؟ لا قولي لي يا بت، انت لما اليهود لا لا عندكم، لما الرسول منع اليهود يخش الارض، ارض المسلمين، ارض السعوديه، ارض الحجاز، بلاش السعوديه عشان دول وشويه السعوديين دولت، يعني شويه ايه بلطجيه خدوا البلد سموها باسمهم، شويه محتلين ولاد كلب. تسمعني، اما هي اسمها ارض الحجاز. اذا تسمعني نرجع بقى كل تاريخ وكل مسمى لمسمى. اسمع، هذا شكله مسطول ولا شارب ولا ايش نظامه، ما ادري، لما يخرج تكفى ناديني، لانه حالي انهد وانا اتكلم وهو مهان، ما يحس بالامانه ولا عنده كرامه ولا عنده اي حاجه، فلما يخرج ناديني. يا ماشي يا عبد، يلا انزلي، يلا خذ تفله في نص خرقك عشان ادخلك. يلا يا خرقه. والله هي كويسة، بس ايه، بس الكلام عن المرأة، لا 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 لا، ماشي كويسة والله. بص، اي واحد، اي واحد بيقنطع بيحامي لحاكم ذليل عرير، اعرف ان هو ذليل زيه. انا ما بتكلمش عن السعودية ولا على شعبها، انا بتكلم عن شوية المخصيين اللي بيحكموا الشعوب، ده يضرها بشيء؟ لا لا، بس طبعا الكلام عن المرأة هو اعتقد هو اللي ولع اللي، رغم انه انا اقول لك شيء، انا يعني في مع المرأة قد نختلف انا وانت في الاراء، ولكن يعني برضو الحقيقة في النهاية حتى اللي حصل في المرأة، يعني انا مش نسوي، ولكن برضو مع حقوق المرأة وكذا، ولكن اللي يحصل الان هذا سبب الحكام وسبب الوضع، يعني هو الرجال مش مخصيين ولا حاجة،
هو عندكم عندنا بس الوضع انت ديننا الاسلامي انت تعرف ان ربنا بيغير على المرأة يمكن اخطر من الراجل. يعني ربنا حكم على الست ان هي لا تعلي صوتها ولا تتكلم مع راجل مثلا غريب او تبين مفاتنها او 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 حاجات كتير ربنا حرمها على الست المسلمة. ليه؟ لان الست مهما كان هي فتنة وتفتن وبتفتن الراجل مهما بقى. يعني مثلا الراجل مثلا ايه بيحترم الست ومن اخلاق الاسلام، بس الست مثلا تقول حاجة او تعمل حاجة الراجل مثلا يتحرك بقى، دي ست يا عم نسمع كلام عشان ايه استجلب مثلا عاطفتها استجلبها بأي حاجة. يعني والشيطان شاطر يعني. هو طبعا اذا تحكمت في الست يعني الراجل حتى لو كان اذا كان النوع متشدد او لا هو في النهاية بيحتاج الست. لا حبيبي الست الست عمود البيت. عارف يعني ايه عمود البيت؟ بالضبط. يعني هي المسؤولة ان هي تطلع لك جيل راجل او جيل مخصي، جيل متربي على دينه صح، او جيل يعني اقول لك ايه العرب خير خير دليل. تفضل يا ابو عمرو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالع أناقشك يا مجاهد. الله أنا ولا هو؟ لا الضيف اللي معك على البث يا أبو عامر ده الرئيس. الرئيس ها الحمد لله الرئيس. كيف يعني نناديك وأنت تضع كلمة التوحيد مكان اسمك؟ يعني نحن إذا أردنا أن نناديك نقول لك يا لا إله إلا الله مثلا. أنا والله كنت صح النهاردة ريس، بس أنا ما دخلتش غير لسه دلوقتي يعني. طيب هي لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ونحن يعني لا يوجد من هو أفضل منا في تقدير كلمة التوحيد، ولكن أرجو منك أنك تغير هذا الاسم وتضع اسم آخر، وليكن مثلا أبو مجاهد، مجاهد، أي اسم أنت تريد أن تضع، غير هذه الكلمة حتى لا نناديك بكلمة التوحيد، لأنه لا يوجد إنسان. أبو عامر أنا كنت حاططها بس عشان حاجة واحدة، عشان الناس. طيب أنا سأكلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سأكلمك في معنى كلمة التوحيد التي أنت تضعها مكان اسمك، ولكن خليني الأول أسألك سؤال واحد وأريدك أن تجيب عليه بكل صراحة. تفضل. أنت مع النزول ضد عبد الفتاح السيسي صح ولا غلط؟ أكيد طبعا. وتطالب الشعب المصري بكل طوائفه أنه ينزل ضد عبد الفتاح السيسي صح؟ لا صحيح. مسلميين ومسيحيين وعلمانيين وليبراليين كله صح؟ صحيح. طيب الغرض اللي انت بتطالب الشعب المصري للنزول ضد عبد الفتاح السيسي من اجله ما هو؟ تغيير كامل للبلاد. تغيير كامل للبلاد. ازاي حضرتك عايز تغير؟ بالقوة. يعني انت عايز تغير ايه وتضع مكانه ايه؟ وضح لي. يعني اللي عايز يغير ده شايف انه هو في شيء خطأ ويريد ان يستبدله بشيء صح وصواب، فما هو الصواب من وجهة نظرك اللي انت عايز يعني تنفذه مكان هذا الخطأ الذي انت تراه؟ المؤسسة العسكرية تتلغي تمام. المؤسسة العسكرية تتلغي، وهنجيب طيب مين اللي يحمي البلد؟ ربنا يخلينا اهو.
الحمد لله مستعدين والله يا ريس. طيب وايه تاني حضرتك غير المؤسسة العسكرية؟ اما بقى المؤسسات، ما المؤسسة العسكرية ديت لما تتشال تماما المؤسسات كلها بقى تنضف، القضاء، الاعلام. طيب انت عايز تطهر القضاء ازاي؟ يعني رؤيتك في تطهير القضاء؟ الناس اللي بره، اللي طلعت بره دي طلعت بره ازاي؟ هاجرت بره بلادها دي معلش معلش عشان يا ابو كلمة زيد بعد الحق. اذنك، انا في مداخله مع الاخ، فالله يرضى عليك ما تكتبش شيء. عايز تطهره ازاي يا؟ الناس اللي بره دي هنشيل الاشكال اللي موجودة دي كلها، نعم القضاة كلها، احنا مش محتاجين عامة يعني قضاة كتير، يعني احنا يعني عايزين قضاة انت تعرف شايف ربنا. ان مشكلة القضاء في الفساد اللي موجودين فيه، فانت ايوه تريد يتشال. انك تقوم بتغيير هؤلاء الفسدة وتجيب مكانهم ناس صالحين، صح؟ وكلهم يتحكموا. دي رؤيتك في تغيير القضاء. طيب وايه تاني حضرتك عايز تعمله؟ والاعلام طبعا ده اهم حاجة. والاعلام، ازاي حضرتك عايز تطهر الاعلام؟ هيتشال برضو الاعلاميين دولت كلهم تماما ويتحاسبوا عشان يبقوا عبرة لمن لا يعتبر. وبعد كده برضو هنجيب ناس تعرف دينها وبتدافع عن طيب دينها. واحد زي عمرو أديب ده حصل على الجنسية السعودية، خلاص أصبح سعودي، هتجيبه تحاسبه ازاي؟ مصر لما تقوم يا ريس كل اللي انت شايفه ده في الدول العربية دي كلها ما هتستحمل. ان مصر لما تطالب بحد هتسلمه، لما طيب الشعب ازاي انت عايز تغير بالقوة بالقوة يا النظام ريس. بالكامل عن طريق تغيير شخص واحد فقط؟ هل هذا معقول؟ هو انا بتكلم عن عمرو اديب بس، انا بكلمك عن السيسي اللي انت بتدعو الناس عن السيسي بس، انا بتكلمش عن بكافة السيسي بس. طوائفهم للنزول ضده. لا انا ما بتكلمش عن السيسي بس، انت السيسي ده كل كلامك عن السيسي بس. امره منتهي. انا بتكلم عن اللي حاكمين البلاد. اما الحاشيه بقى اللي طبلت وسقفت على كل كلمه وكل وساخه هو قالها، فكل ده لازم يتحاسب، ويتحاسب حساب. يعني انا مش هقول لك بقى ليها بقى، بتبقى مفاجأة. طيب طريقة حسابك للفسد المجرمين ازاي حضرتك هتحاسبهم؟ في ميادين عامة يا ريس. ايوه يعني هتحاسبهم ازاي حضرتك؟ هو الخاين بيتعمل بحسابه ايه؟ القانون بيقول ايه؟ انا ماليش دعوة بالقانون، في ديننا بيقول ايه؟ يعني انت عايز تحاسبه بالدين؟ قطع الرقبة. طيب قطع الرقبة هذا هو عقاب السارق أو الخاين؟ الخاين طب هات لي الآية اللي بتقول إن الخاين تقطع عنقه، تضرب عنقه. انا ما اعرفش الآية بصراحة، طب بس انا اعرف كيف حكمت أن الخاين تضرب عنقه وأنت ليس لديك الدليل الشرعي؟ يعني الدليل اللي احنا مش شايفينه قدامنا دلوقتي. الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخائن تضرب عنقه. طيب واللي بيحارب دين ربنا؟ طيب أنت في بداية كلامك يا أخ مجاهد، أناديك بمجاهد ولا تحب أن أناديك باسم آخر؟ مجاهد مجاهد. طيب أنت مجاهد. في بداية كلامك يا مجاهد دعوت المصريين وطالبتهم بكافة طوائفهم، مسيحي وعلماني وليبرالي ومسلم ولا ديني، انهم ينزلوا ضد عبد الفتاح السيسي. وصفت سبب النزول ضد عبد الفتاح السيسي انه راجل فاسد وظالم. طيب حضرتك ازاي انت بتستند وبتطلب الغطاء الشعبي او الظهير الشعبي من الكافر ومن الصليبي ومن العلماني، وبعد كده بتقول لي اصل انا هحكم فيهم شرع ربنا؟
ثم من جهة أنا ما أخرى طلبتش من أنت حد يا ريس. ثواني بس الله يرضى عليك خليني أكمل يا أخي. أنا أنا ما قلت لك طلبتش من حد، أنت أنا تطالب عامة أنا الشعب ما المصري بالنزول، قلت لي آه كلهم صليبيين ومسيحيين وملاحدة وعلمانيين وكله. الأمر الآخر العجيب إني لما سألتك عن القضاء قلت لي إحنا هنطهر الأشخاص فقط، لم تتطرق إلى القوانين والأحكام اللي أنت عارف ومتأكد إنها كلها قوانين وأحكام كفرية تخالف شرع الله عز وجل. أنت كل رؤيتك في تغيير القضاء يا ريس. مبتذلة لا استنى بس ومقتصرة. يا ريس، بعد يا اذنك أخي بس يا اسمع ريس، الله يرضى عليك، لأن احنا أنتوا دستورنا هيبقى ديننا، بتستخفوا بعقول من يسمعكم. الثورجية والوطنجية جميعهم محتاجين يتعلموا إسلام من جديد. أنا أقول هذا الكلام وأنا على يقين به، لأن أنا قعدت في وسطيك أكتر من 8 شهور، والله العظيم لا يوجد وسط الثورجية والوطنجية ودعاة الخروج ضد السيسي من يتوسم فيه المعرفة الدينية الصحيحة، وإن وجد وقلة قليلة جدا منهم يا أخي في قلوبهم نفاق، يعرف الدين وينكره، والله العظيم في قلوبهم نفاق، نفاق شديد جدا لدين الله سبحانه وتعالى. يا أخي إن كنت طيب يا تريد أن ريس، تدعو، اسمعني الله يرضى عليك، أنا إن كنت تريد أن تدعو عندك قضية بتناصر من أجلها، ادعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة دولة إسلامية يحكم فيها شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا تدعوهم إلى القوانين والدساتير والأحكام الوضعية التي من آمن بها فقد كفر بما أنزل على محمد. إحنا محتاجين ثورة إسلامية، مش محتاجين نزول ضد فلان ولا علان، محتاجين الناس ترجع لدينهم من جديد، محتاجين الناس تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، إزالة هذه الحدود وإسقاط هذه الجيوش وإقامة دولة إسلامية، هو ده المنطلق الصحيح عشان نرفع عن الناس الظلم والبلاء اللي هم فيه. أما حضرتك لما تتكلم من منطلق قومي أو وطني وعايز الناس تنزل ضد حاكم، وأنت تعلم أن هذا الحاكم أصلا لا يحكم بشرع الله، ولا يوجد شرع الله سبحانه وتعالى لا في مصر ولا في يا أخي. الأردن ولا في طيب الخليج دعني ولا في أي دولة. أسألك سؤال يا بما أخي أنا تفضل. أخاطب شخص فوق، الله يرضى عليك أخلص معاه وبعد كده بجسد زي ما أنت عايز تسأل. طيب خلص تفضل. فيا مجاهد، كن فطنا واعلم إن المسألة في بدايتها هي مسألة حرب على الإسلام، والنظام المصري كله يحارب شرع الله سبحانه وتعالى، ولا توجد حاكمية لشرع الله في أرض مصر. الأول أوجد الحاكمية لشرع الله سبحانه وتعالى ثم ناضل من أجله. لا تخرج ضد أشخاص وأنت تعلم أن هذه الأشخاص تتحاكم للقوانين والدساتير. مبدأك مع طب يا القوانين ريس، والدساتير البدائية، هل أنت راضي عن هذه ما القوانين والدساتير؟ انا لا راضي على القوانين ولا طيب الدساتير. لما انا أنت بقول مش لك راضي على انت القوانين والدساتير يا مجاهد، حكم الأول قول ربنا لي مش هي... أنا ضد حكم هذه ربنا القوانين والدساتير من البداية خالص، أنا أعارض هذه القوانين والدساتير لأنها تخالف شرع الله من البداية. شريعة الله مش هتتحكم غير بالقوة يا ريس. يا حبيبي ما اختلفناش بقى بالقوة مش بالقوة، ولكن القوانين والدساتير هذه هي المعضلة الحقيقية. هؤلاء لا أنا يحكمون أولا شرع الله، وبالتالي الذي لا يحكم شرع يا الله ريس، سواء كان حاكم أو محكوم، كلهم ليسوا مسلمين. أنا أولا ما بعترفش بثورات، لأن أنا الثورة لا ربنا انت قال من شويه انزل كنت بثورة. بتقول لي انا اطالب بالخروج ضد السيسي، انت من شويه اقررت على انا ما نفسك طلبتش انا ما والزمت قلتش نفسك الكلام ده انك اساسا، انا تريد طلبت الخروج ضد بالخروج السيسي. ولا اذا بتاع. انت ثوري، انت انت في نظري بتسالني، ثوري، تدعو الناس للنزول ضد حاكم. والله انت بتسالني اخرج ولا ما اخرجش، قلت لك لا طيب اخرج، انا بس خلصت اخرج قلت لي مداخلتي، اخرج اتفضلوا ازاي، اتفضلوا يا قلت لك جماعه. بالقوه صح، مش انا قلت لك بالقوه أنا هي بسؤال نواف أبو نايف، يا مرحبا، هل هي بسؤال أم بعد؟ اتفضل. الله يزيد فضلك أخي الكريم، قبل أن تمارس أي عقيدي أو أي شعيري أو أي شيء في حياتك، مقومات إنسانيتك حتى تكون قائم كإنسان، ألا تحتاج لأن تكون حر بغض النظر من أنت؟
وهل ولدت حر أم ولدت عبد؟ هذا السؤال. حتى تطبق شريعة الله وحتى تعتنق الدين اللي أنت تؤمن فيه يجب أن تكون على قدر من الحرية حتى تمارس هذا الشيء. فإذا وجد من هو يملكك بظلمه وحكمه وأنت لست بحر، فحتى لو كنت تؤمن بالله فلا فائدة من إيمانك، لأنك لا تستطيع أن تطبق كلام الله فوق كلام من يحكمك. فعليك أن تمتلك حريتك كإنسان في البداية، وتكون صلب وقوي بالمجتمع والبيئة اللي حواليك ومحيطة فيك، وهو مجتمع أحرار يقوم على عقيدة معينة يتوافق عليها هذا المجتمع حتى يمارس شعائره بغض النظر مهما كانت. هذا رأيي. تفضل. أنا لا أدري هذا سؤال أم تفصيل، ثم لا أدري الكلام يعني موجه لي أنا أم موجه لي لحد آخر على أخي المستقبل. أنا تكلمت رأي بصيغة سؤال واستنكار، وأنا أتكلم مع الجميع وأناقش الفكر ولا أناقش الأشخاص. طيب شوف مين اللي حابب يجاوب يا جماعة الخير على هذا الكلام الذي لا يعتبر سؤالا ولا تفصيلا، وأنا معكم على البث. ايه ما حدش عايز يجاوب يعني ولا ايه؟ ولا جاوب هنا؟ كله صمت كده؟ لا اعتقد انه الجميع توافق مع الكلام، فليس نعم. هناك علامات استفهام من الاخرين. هذا أكثر. معنى الصمت يعني الموافقة. اشكركم على موافقتكم على رأيي، وانت يكفيك ضحك، وتحية لك يا من تضحك وتأكل. احييك. لا ايه كده مشكلة. ابو عامر مع السيسي يا ابو عامر ولا لا؟ والله هو سؤال طيب. شوف يا سيد الفاضل، نحن مع شرع الله سبحانه وتعالى، ومن يخالف شرع الله عز وجل ويحكم القانون والدستور هو في شريعة الإسلام كافر وليس مسلم. نحن نكفر السيسي ونظامه ومؤسساته لأنها لا تقيم شرع الله في مصر، وكذلك كل الحكام والأنظمة التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى هي في حكم الله وفي حكم كتاب الله عز وجل هم كفار. هذا هو قول الفصل في هذه المسألة، وبالتالي الخروج على هؤلاء الكفار يكون جهادا في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله عز وجل، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المسلم مقيد وملتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، وليس حرا طريقا يفعل ما يشاء، وملزما بأن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى بما أمره الله عز وجل به. تفضل. أخي العزيز، للأسف إحنا في مجتمعات أصبحنا نؤله الإنسان فوق ربنا سبحانه وتعالى. المجتمع العربي والعقلية العربية الآن أصبحت تسعى لما ترى وتؤمن بما تسمع وترى، وأصبح العالم ماديات في تبعيته. يجب أن نستقل في آرائنا، يجب أن نستقل في شخصيتنا، يجب أن نغير طرقنا التربوية، وأن يكون الإنسان فينا على قدر عمره يتحمل المسؤولية. لكن نحن نولد، الشباب العرب يولدوا وهم في هم وغم ومسؤولية قبل ولادتهم، نظرا للأنظمة اللي توافقوا معها وانبطحوا لأجلها وحكمتهم على مدى سنين تراكمية، جعلت صفة الانبطاح عندهم هي حالة تجمد. وللأسف نتكاثر لنورث هذا التجمد ونبقى على هذا الحال، ونأمل من الله أن يغير من حالنا إلى حال دون أن نحرك ساكن.
فيا عزيزي للأسف ثقافة الإنسان باستقلاليته وثقافة البيئة المحيطة فيه هي تكون منه إنسانية وتكون منه قوة ومتانة في دينه. لكن للأسف إذا تقبلنا أن نكون تحت هؤلاء الطغاة وبقيت حالتنا هذه الحالة سنبقى على ما نحن عليه. شوف الأمة العربية للأسف متشرذمة متعادية رغم أنهم ينادوا بعكس ما يفعلوا ويقولوا المسلم أخو المسلم، وترى 2 مليون مسلم يذبحوا ويقتلوا بشكل يومي وتراكمي أمام أعين 2 مليار مسلم. فما هذا الحال؟ عزيزي سامحني أنا لا أعيب في الدين أبدا، أنا إنسان مسلم الحمد لله وأتبع ديني على قدر معرفتي به وأمارس حسب ما فهمت، وأنا وصلت في العمر عتية ولذلك أدركت الدين تقريبا حسب ما وهبني الله من عقل وأعمل فيه. لكن المسلمين هم من يعيبوا وهم من يعادوا دينهم في تقبلهم لحالتهم بين الأمم وبين الناس. للأسف أقول هذا الكلام وأنا بحسرة بحسرة أن أنتمي إلى هذا القوم، والله والله أن أنتمي وأرى حال قومي وناسي وأهلي بهذه الحال. فيا عزيزي نعم ندعو إلى الله ونواصل، لكن كيف ممكن تغير من الواقع الحقيقي اللي أنت بتتعايش معه؟ شبابنا ضايع مضطهد، الشاب لا يملك حقية شبابه حقية عمره، لا يملك في أن يكون قد يهان بأي لحظة وبأي دقيقة من قبل مؤسسة أو نظام أو هيئة أو جهاز أو يفقدوا كرامته يفقدوا إنسانيته يصبح خانع وخاضع وأسفة. سامحونا على كل، وأتمنى أن ما نكون غلطنا في أي لفظ أو تعبير. تفضل. كلام جميل. التغيير يا جماعة جاي جاي بإذن الله، جاي جاي من عند ربنا. الحرب اللي قايمة دي هتقلب موازين العالم كله عشان الأمة دي تفوق وتفوق من ثباتها. يا مجاهد بارك الله، أنت تتبنى التغيير عن طريق المظاهرات والسلمية والنزول بترديد الهتافات والشعارات ضد أشخاص بعينهم. على فكرة أبو عمي أنا لا يكون مرة أنا قلت ثورة، أنا لا بقتنع بالثورة ولا بقتنع بالكلام ده، أنا ما بقتنعش الآلية واحدة. الآلية القوة المفروضة في السلاح التغيير القوة، إن أحسن. اللي احنا فيه ده احتلال. أغير من أجل ماذا؟ أغير من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى ولا أغير طبعا. من أجل لتحكيم شرع الله والفساد؟ لا تحكيم. لتحكيم شرع تحكيم. ربنا تحكيم شرع الله. إذن أنت حينما تتحدث بمسألة تحكيم شرع الله عز وجل يجب عليك أن تميز حقيقة المسألة، أننا لا نحكم شرع الله سبحانه وتعالى، استبدلنا شرع الله عز وجل. أنا أتحدث عن الأنظمة والحكام، قد استبدلوا شريعة الله سبحانه وتعالى بالتحاكم للطاغوت المتمثل في الدساتير والأحكام الوضعية. وش حكم التحاكم للطاغوت؟ نعم في تفصيل ما في تفصيل التحاكم للطاغوت. التحاكم للطاغوت هو التحاكم لكل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ايش حكمه؟ حكمه انه كفر بإطلاق سبحانه وتعالى. بإطلاق ولا في تفصيل؟ في إطلاق في هذه المسألة. نعم هناك إطلاق في هذه المسألة، وهناك كفر في الطاعة وكفر في الحكم. لا اصبر، بإطلاق في هذه المسألة يعني التحاكم للطاغوت مطلقا كفر ولا في تفصيل للمسألة؟ التحاكم للطاغوت استبدال شرع الله سبحانه وتعالى بحكم آخر ينافي شرع الله. إيش معنى التحاكم؟ التحاكم للطاغوت هذا كفر محض. أما الكفر دون كفر الذي أنت تريد، لا بعرف الحين إيش معنى التحاكم للطاغوت؟ إيش معنى
التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت هو من أصول التوحيد الذي أمرنا الله. إيش إيش أفهم إيش معنى التحاكم للطاغوت؟ مثل المثال. معنى التحاكم للطاغوت فصل في قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون. أنا ما أبغى دليل يا أخي الكريم، أنا أبغى مثال كيف أتحاكم للطاغوت، أعطيني مثال. طيب، التحاكم للطاغوت هو إنه يكون لديك نظام يشرع قوانين وأحكام تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ويلزم المتبوعين أو المحكومين بالتحاكم لهذه القوانين والأحكام. فمن رضي. هل هذا يسمى تحاكم إلى الطاغوت؟ نعم، هذا هو تحاكم للطاغوت. أم يسمى الحكم بالطاغوت؟ نعم، هذه صورة من صور التحاكم للطاغوت. الحين سؤال، التحاكم إلى الطاغوت ولا التحاكم بالطاغوت؟ ما هو الطاغوت يمكن أن يكون حاكما ويمكن أن يكون حكما، فإن كان حاكما. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ بعرف الآن إيش الفرق بين الحكم بالطاغوت والتحاكم إلى الطاغوت. الحكم بالطاغوت هو أن يكون هناك قانون طاغوتي، أما التحاكم إلى الطاغوت المؤسسة والنظام الطاغوت الذي يحكم. نحن يعني لا نريد أن نعقد. أصبر، يعني أفهم التحاكم إلى الطاغوت. نعقد الأمور يا سعودي. لا، يعني التحاكم إلى الطاغوت يعني أنا كفرت أجي أتحاكم إلى غير شرع الله، صح؟ نعم، أحسنت. طيب، هل هذا كفر بإطلاق؟ هو كفر بإطلاق إذا كان هذا الفرد يرى إنه هذا. يعني أنا الآن أعيش في أمريكا مثلاً، وجاء واحد وسرق سيارتي، أرفع عليه قضية في المحكمة ولا ما أرفع عليه قضية في المحكمة حتى أرد سيارتي وأثبت أن سيارتي؟ لا يجب عليك أن تتحاكم للطاغوت بأي حال. الحين واحد عندنا، واحد سرق سيارتي الآن، أنا في أمريكا الآن. لا، سيارتي. لا يجب عليك في أي بلد من يعني البلاد. يعني أترك سيارتي؟ أترك سيارتي خلاص سرقها، أقول ما أتحاكم إلى الطاغوت. البلد الذي لا يحكم فيه شرع لا ذلك خير لك. طيب أنا الآن في أمريكا، أنا الآن واقع مسلمين عدد. البلد الذي لا يحكم شرع الله هذا خير لك. فإن كنت أنك تتحجج بأنك مقيم في هذه الدولة ثم تتحاكم إلى قوانينها وأحكامها فقد كفرت. سرق سيارتي، أنا الآن بثبت أن سيارتي. نعم، لا يوجد لك كمسلم عذر في التحاكم من القانون والدستور بأي حال من الأحوال. طيب هذا مو عذر، الآن سرق سيارتي، برد سيارتي. والله هذه حجة شيطانية ليست مقبولة عند الله سبحانه. يعني إيش الحل برأيك؟ إيش أسوي؟ أترك سيارتي؟ هل سلمان الذي يحكمكم في السعودية هو يحكم بالله بحكم الله في حكم الطاغوت؟ خليني في سلمان، لا تكلمني في أمريكا، هذه قضية أخرى. هذه قضية أخرى، خلينا في سلمان الذي يحكمك في جزيرة العرب. هل هو يحكمك بحكم الله أم هو يحكمك بحكم الطاغوت؟ هذه القضية الآن أنا لا نريد أن نفصل في هذا، ليست هذه قضيتنا الأولى. القضية الأولى الآن، هل سلمان الذي يحكمك في جزيرة العرب هل هو يحكم شرع الله؟ في هذه القضية سلمان ما سلمان. أنا لا أتحدث في هذه القضية، سلمان يحكم في شرع الله. أنا جيت أكلمك على سلمان. سلمان يحكم فيك بشرع الله؟ الآن أنت قاعد تثير موضوع التحاكم للطاغوت. يا أخي رد علي، رد علي، ما تتفلسفش. سلمان يحكم فيك بشرع الله؟ تتفلسفش بقى عامل يا ابوي، لما تتكلم منطق يا منافق يا مدلس. سلمان يحكم فيك بشرع الله؟ ارمي ارمي من الألفاظ هذه التي لا تليق. يا خبيث يا ملعون، سلمان يحكم فيك بشرع الله؟ أقول لك يا كي، نزل هذا الولد، نزله هذا السب. أنت خبر بثك ما في لا سب ولا. والله إنكم أخبث الناس. نزل هذا. والله إنكم أخبث الناس. نزل الداعش. ليش يا بلادي ما تعرف ترد على الرجال؟ لا لعاب. ما تعرف الرجال حشرك الحين، حشرك يعني. لا لعاب قليل الأدب. هنا الأدب حشرك صح. يا رجال اسكت استراتيجيا، ورغم ان كلامه قد كبر ارجع البث كذاك اللي حاط فيه صوره حرمه. حشرك ما تقدر تجاوب يا بلادي. يا ما شاء الله، فين صوره الحرمه دي؟ يعني ابو عامر يا سعودي، يا سعودي احنا بنتكلم دلوقتي عن الطواغيت اللي بيحكمونا في الوطن العربي. يا مصري اسمع، اسمع يا مصري. ايوه يا مصري، يا مصري هي اسمع يا مصري، يوم تتكلم عن مساله التحاكم الى الطاغوت واجيك اقول لك سيارتي يعني سرقت في امريكا، الطاغوت الامريكي تبغى تتحاكم انت الطاغوت الامريكي، قالك سرقت في امريكا وين سرقت في امريكا؟ ما جاوبت. ايه اللي مخليك تروح سيارتك امريكا بقى؟ ما انا عايش في امريكا. ليه تروح امريكا عشان تتحكم بحكم الطاغوت؟ مالك صلاح، مالك صلاح، عايش في امريكا. انت مش مسلم
ومعلش وطنك وفي فلوس وفي عناشة وفي مالكش دخل مالكش دخل مالكش دخل اما انت جاي تعمل لنا بس وجاي تحور الحوار وانا اتسرقت في امريكا اتحكم لحكم سرقنا في امريكا ايش الحكم بقى هترافع للمحكمة ولا لا تترافع للمحكمة كفرت إذا ترفعت للمحكمة بناء على قولكم الداعشي خرجنا من سبحان الله يعني انت حابب ان انت تروح بلد غريبة بلد فيها كفرة عشان تتحكم بحكمه وانت عندك خير في بلدك امريكي مسلم امريكي مسلم بلدي ايوه ايش اسوي ايش اسوي ايش اسوي سيارتي انسرقت بقى بيتي انهد ظلموني تستاهل طيب سيارتي كيف اثبت سيارتي تستاهل ان هذه سيارتي تتسرق مش مشكله احنا مالنا ما تروح يا عم تحاكم بحكم الطواغيت ولا ما تحكمش بحكم الطواغيت احنا مالنا يابا خلينا باللي احنا فيه والبلد اللي احنا فيه احنا في ابتلاء انت عايش بلاد الطواغيت ايه هو انت مش ولي العهد منهم برضه ولا ايه بلاد الطواغيت بقى علمني انت مش من ولي العهد ماسك بلدك برضه ولا ايه طاغوت انت ترى طواغيت الان عندك عايش بلاد الطواغيت وتدعمهم ماليا وساكن وكثير من فلوسك تروح للطواغيت وانت ما انت عايش في بلد ما انت عايش في بلد يعني بلاد اخواتك المسلمين انت تعترف ان البلاد كلها طواغيت يا بلاد ما انت عايش في بلد بتضرب اخواتك المسلمين تعترف الان هذا المصري اللي مسمي نفسه لا اله الا الله انت تعترف الان تعترف ان حاكمك طاغوت وهو يرى ان السيسي طاغوت طيب ليش عايش عند الطاغوت والسيسي طاغوت كلهم طواغيت انت فلوسك كثير من الضرائب تروح للطاغوت السيسي حقكم طيب ليش تجادل ليش تجادل طيب اذا انت عارف كلهم طواغيت من دعم الطواغيت فقد والاهم ومن والاهم فقد كفر واحنا ولناهم عاوز ايه ما دامك انت عارف انهم كلهم طواغيت عاوز ايه يعني انا طالع بطبل له بقى طالع بقول عاش السيسي بات الملك بقى تصرف في الدوله الكافره اللي تقاتل المسلمين ديار الكفار وانت ما عندكش في بلدك بحكومك كده صح ديار الاسلام ما اراها ديار كفريه زيك يا مصري بقى واضح انت تراها كفر ليش عايش فيها ما تروح افريقيا عند داعش طب ما تسال نفسك يا اخي يعني انت بتجيب يعني انت بتتجوز هنا وبتخلي عيالك تتعلم يعني ايه مثليه واضح يا مصري وبترميهم في جهنم بسببك انت عشان انت ما انتش عارف تهاجرش بقى مش ما تهاجرش بقى هاجر هاجر الى ديار الخلافه افريقيا ارض ابي حفص ديار الخلافه انت مجنون يا ولد الخلافه حقت امير المؤمنين ابي حفص زعيم تنظيم داعش انت طالع تهبل صح من خيرها فلوسك يا مصري فلوسك ينفقها السيسي حربا لله فلوسك اللي تنفقها في مصر تحارب بها دين الله انت واليت ومن والى الكفار فهو كفر السيسي اليوم وجاي وراي انت مش عايش في ديار الكفار عايش في ديار الكفار عارف عايش في ديار الكفار ليه اموالك بقى تبذل في حرب الاسلام والمسلمين وانت عايش في ديار الكفار اللي 70% عايش انا في ديار الكفار ليه 70 مليون مصري دخلوا في الانتخابات فهم كفار بناء على قولكم في الانتخابات بانه اللي يدخل في الانتخابات كافر ايه كلهم كفار بقى تعيش بين الكفار يا راجل ايوه هي الانتخابات فعلا ما فيش حاجه في الدين اسمها انتخابات ما فيش حاجه اذا 70 مليون مصري كافر انت تعيش عند الكفار وتدعمهم بفلوسك وتاكل انت في الدين حاجه في حاجه اسمها انتخابات سمعت ايام الرسول كان في انتخابات من يدخل بقوانين الطاغوت متعمدا دخل في قوانين الطاغوت وتحاكم في قوانين الطاغوت متعمدا هو كافر فعلا هو انت حابب تعرف الحقيقه عشان تغير من نفسك ومن اللي انت رميت نفسك فيه ولا انت طالع بس عشان تحلل لنفسك اللي انت عايزه انا بقى بقول لك انت طالما تراها دوله كفريه
فتهاجر منها وتتركها، ما تعيش في ديار الكفار وتدعمهم بفلوسك. واضح يا بقى؟ واضح يا باشا؟ ما تعيش في بلاد الكفار وتدعمهم بفلوسك، هاجر بقى، روح لأفريقيا، روح للعراق والشام، ديار الخليفة. وين خليفة الخليفة؟ أين الخليفة عن غزة؟ جايني يقول لي وانت الخليفة في السعودية صح؟ مالك مالكش شغل بالسعودية، انت لجنة هلا، انت لجنة، انت مقبضك كم ومعادك في امريكا هلا؟ ما انت انت واحد يعني دقت الحرية وعمال تقول لي الديمقراطية هناك في امريكا وعبد، وانت عايش عند لحاكم للحاكم بتاعك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على النفاق اللي احنا فيه. سيسي كافر ولا لا؟ والله نفاق. علمني بقى سيسي كافر ولا لا؟ والله انت منافق. جاوبني بقى سيسي كافر ولا لا؟ السيسي كافر يا بلادي شويه انشف يلا. هذا زنديق بلادي، اكبر زنديق بلادي، انت اكبر زنديق يا بلادي. اسكت يا استراتيجي، تدلس في الدين يا زنديق. اسكت ايها الزنديق بلادي، اسكت، عايشني في السعوديه. والله ايها الزنديق، والله يلا انت ايها الزنديق يا بلادي، والله انت عر على المسلمين، وانت اصلا لا تصنف من المسلمين. هذا ليس عر، هذا زنديق كبير. ديار الكفار وتارك اخوانك الدواعش في افريقيا، ما تروحش لافريقيا. دواعش دولت بينيموك على بطنك صح؟ الدواعش دولت بينيموك على بطنك انت وابن سلمان. الدواعش دولت بيرعبوك انت وابن سلمان. يا بلادي محمد ابن سلمان بيركبك ولا ايه؟ وما عشان كده بتدافع عنه؟ ده بيعشقه. يركبوك ولا ايه بقى؟ ولا انت متخلف يا لا. صبيان الخلافه والله انت متخلف، انت انت منافق بكميه نفاق. يعني انا اقول لك انت ملحد يلا، انت ملحد، انت منافق بقى، تؤمن بخلافه داعش. ما جرى مره ما تتهدي كده وتعدل يا بيه. وين الهجره؟ ليه ما تهاجرش؟ ليه ما تهاجرش يا منافق؟ عايش عند واحد كافر كلوش خلول. مالها المره دي؟ في ايه يا بيه؟ انت تايكه يا بيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون قذف يا شباب، تناقشوا بدون قذف ترى عادي. طب ما تشوف يا عم بلادي زنديق عامل لي فيها زي السب والقذف بلادي والرقبة كمان زي محمد بن سلمان بيركبه. ما يركبك انت، المصري المصري يركبك بقى. ولا 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 انت بنركب السيسي، انت محمد بن سلمان يركبك. انت امريكا لا، انت امريكا نطحت عليك يلا، امريكا بعدت عليك يلا. انت لا لا تتوقع ان الواقع زي واقع مصر، فيه ركوب. احنا عندنا احترام وتقدير وادب، اما انت تقدير وادب، تقدير وادب فين ولا وش ده يا بلادي؟ تطور الليفل ها. لا معلش انا طرف من اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. اي بس بدون يا شباب، بدون قذف بدون سب يعني. ما تعرف الام مثلا ولا الابو ولا تفسر الايه من راسك وشو هذا اللفظ يعني؟ من سبك سبه هو بعينه بنفس لفظه، لكن لا تزيد. لو جاك واحد الان يا بلادي قال لك بلادي بلادي، لو جاء واحد الان قذف اهل، تقذف اهله؟ الله اعلم. اي ما يجوز يركبك وما يركبك، ما يصلح الكلام يعني. طيب انا مبكان موجه لبلادي الكل والله، يا شو تناقشوا باحترام. الله يجزاك جزاك الله كل خير وبارك فيك. ما 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 يا ما ايش المصري، ما انت الان عايش في مصر ديار خلافة، الان مصر ديار كفر، مو انت تقول لنا ديار كفر يا بلادي يا راجل؟ ما تعيش الان، ليه ما تهاجرش، ما تهاجرش الى ديار الخلافة في افريقيا؟ الله من اللي يقول مصر ديار كفر؟ هذا هذا الولد هذا انت شي يا بلادي مسمي لا اله الا الله يا بلادي. واظن خليني اجيب على 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 هذا النقطتين. لا انا بعرفش الان يا ابو عامر، الان اللي يعيش خليني اجيب عليك يا نقطتين، خليني اجيب انا عليك، اجيب انا عليك. هل الصحابه رضوان الله عليهم جميعا انت لا معلش انا بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا الى بلاد الحبشه جميعا؟ انا ما اجاوب، ما اجاوب نقطه ولما تجاوب على مساله تحاكم الطاغوت. الان لو انا في امريكا وانسرقت سيارتي وبرفع قضيه في المحكمه عشان ارد سيارتي، هل هذا خروج من الاسلام ولا لا؟
خرجت من الإسلام ولا لا؟ طيب إذا كنت أنت تريد أنك يعني تمسك علي الحجة من خلال هذا الأمر، لماذا أنتم في بلاد الكفر؟ يا أخي ما أمسك عليك شيء، أصلا لها بلاد إسلام. خرج من الإسلام ولا ما خرج؟ لا يجوز لك بأي حال من الأحوال. يعني أنت حكم يعني كفرت بالله العظيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم بين أظهر المشركين. طيب انا مسلم امريكي، مسلم امريكي، ما في دوله تستقبلني، اعطيني دوله تقول لي تعال حياك الله الى بلادنا وخذ الجنسيه، ما في. فانا مسلم امريكي الان انسرقت سيارتي، ارفع للمحكمه ولا ما ارفع؟ ولا اخلي سيارتي تروح؟ واحد فشخ بيتي، واحد سرق مني فلوس، ايش اسوي؟ ارفع للمحكمه ولا اخرج شيء من الاسلام؟ انا سائل بها يا بلادي، ما يخرج من الملة. اصبر يا ابو مزن، انا عارف يا ابو مزن، لكن هذولي لان يكفرون باطلاق في التحاكم للطاغوت، اي تحاكم للطاغوت خروج من الاسلام. مع ان تركي البناء اللي عندهم كفروا لان قال ترى يجوز التحاكم للطاغوت في رد الحقوق، اعطيناهم الجواب. اولاد صغار ما اذكر مره سال رفضوا ولا الجمارك الامريكيه تجيبوا لنا مواتر، قالوا لا هذه ما تدخل. بعدين طورت عندهم، يوم جينا بناخذ السيارات لقينا الشاشات مسروقه، وتحاكمنا الى محكمه يعني الامريكيه، المحاكم الامريكيه. انت بترد حقك؟ ايوه قبل المحاكم عليك. اوه لا يمسكون عليك ابو مزنه، ده انت خرجتي من الاسلام، خرجتي من الاسلام بمجرد لا انا سائل والله سائل انا ما عادي ما بشيء دي كفرت انا لقد كفرت ايه خلاص برا الاسلام يا ابو مزنه، خرجت من المنطقه ذول يا الدواعش برا الاسلام برشت. لكن معليش هذا احمد ترتر الولد الصغير هذا اللي تحت يقول شيء ما شيء ترتر شايب ترى شايب ابو عيال صغير سمعته باذني قال ما تزوج تدعوا لي اتزوج ما ادري شو الشاهد متزوج ابو عيال لا تصدقوا ولد صغير على كل ان يقول انا من الشيطه ما ادري شو كذاب البين على المدعي واليمين على من يكره رافض والعياذ بالله اما بثك هذا ما شاء الله محمي ما نشوف لا بلاغات ولا شيء زي بثوث زي البث العجوز بلادي هل ترى الخروج هل ترى يا بلادي الخروج على الطاغوت واجب ام ليس واجب ارى انك تروح تشتري من شوية الخليج احسن لك قل لي يا جاوب هل ترى الخروج على الطاغوت واجب او ليس واجب؟ ليش تخرج؟ ليش تستفيد تخرج؟ عشان باذنك يجرونك ايه ولي امرك الطاغوت ما تخرج عليه ليش تخرج؟ استراتيجي انت بالطاغوت حتى الدخان موفري لك الدخان يعني تخرج؟ ليش تخرج؟ عارف ليش نخرج يا سعودي؟ لا انت 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 شيء اخر يا مصري بقى. عارف ليش نخرج يا سعودي؟ انت الان ترى السيسي تروح السبعين مليون مصري كفر. الا تؤمن بالله يا بلادي؟ بلاد دوله عند السيسي كافر يا بلادي. انت عايش في ديار الكفر ليه يا مصري بقى؟ لا تؤمن بالله يا بلادي. ليه يقول اكبر وبالطاغوت تقول ليش تخرج؟ انت ما تعرف الله يا بلاد وانت بتكلم انت كافر يا بلاد انت كافر وانا بتكلم عن مصر والسعوديه والامارات وكل الدول العربيه يا شباب الكفر بالطاغوت لا يعني اني اخرج انا وافصل على الدوله خلاص انا اتبرى من هذا العمل لا الكفر بالطاغوت يجب ان تخرج على الطاغوت الكفر بالطاغوت يجب ان تخرج على الطاغوت هذا الكفر بالطاغوت طيب اذا ما عندي القدره وش اسوي اعد بقى واعد وين اعد الكفار اصنع بيت اصنع رشاشات ببيتي صنع المشكله الله هو احنا ما بنروحش بلاد امريكا وبنروح نخترع هناك وبنخترع لهم اقوى الاسلحه واحلى الاسلحه ولا احنا بنيجي ساعه لما بنيجي نعمل لنفسنا وليش ما تساعدش ديار الخلافه لما راحت المصري انت هتعمل ايه بس اسكت انت بس كده عشان علمني بقى يا المصري طيب يا اخي ايش اسمك لا اله اخوي اسمعني انا بالنسبه لي ارى محمد بن سلمان طاغوت عرفت لكن انا ارى ازاله محمد بن سلمان ما تيجي من اشخاص يعني من افراد المجتمع تيجي من اهل الحل والعقل فهمت اللي هم العلماء الامراء شيوخ القبائل الوجهاء
اما يطلعوا لي ناس من يعني من عموم الشعب، انت ما تدري يعني وش التوجهات للناس اللي بيخرجون هذولا، في بعضهم علماني، في بعضهم ليبرالي، في بعضهم ما تدري ايش سالفتهم. يا حبيبي يا حبيبي، احنا دلوقتي لا عندنا علماء ولا عندنا اي حاجه تنصر دينا. ما عندنا علماء، ده العلماء كلهم كفار. عثمان الخميس كافر، ومشايخ السعوديه كفار، ومشايخ الازهر كفار. انت عايش علماءك بيدلسوا على كلام ربنا. مين علماءنا؟ علمنا على كلام ربنا يا مصر يا حبيبي. اعطيني ثلاثه من العلماء. اسمع اعطيني ثلاثه يلا من العلماء. سمي لي ثلاثه. بن باز كافر، ابن عثيمين كافر، 70 مليون مصري كافر، السيسي كافر، كل دول كفرة. لا إله إلا الله، أنت كفرت بن باز. كفرش بن باز وبن عثيمين وكلهم. لما السدسي يطلع ويتكلم على السمبوسة وإخواتنا المسلمين بيتقتلوا والنساء بتختصى، والسدسي طالع في قلب الحرم المكي، في قلب الأرض الإسلامية، ما لاحظش يا ابن باز يقول لك ما فايدة السمبوسة. لا إله إلا الله أخوي، انت عار يا ابني والله. خالي اسمع، هل انت ترى بن باز بن عثيمين كفار؟ مين باز ده؟ انت هل ترى الان ابن باز وابن عثيمين؟ مين ابن الباز؟ بس انا ما اعرفش مين ابن الباز. مين ابن الباز؟ الشيخ ابن باز. انت ما تعرف ابن باز؟ ولا اعرفه. لو طالما ما اعرفوش وطالما ما بيقولش كلمه من تعرف ما اعرفوش. يا لا اله الا الله حبيبي، طالما ما بيقولش كلمه الحق انا ما بعرفوش. لو بيقول كلمه الحق ومرمي في السجون يا اخي. انا سؤالي واضح بالله. دقائق يعني اسمع بس خالي. يعني خالي. خالد الراشد اللي مرمي في السجن ده انا اعرفه حبيبي. خالي انا سؤالي واضح. من العوده انا اعرفه يا خالي. بدر المشاري انا اعرفه. يا خالي تونا جيب من على الصبح. عارف ليه؟ عشان دولت مرميين في السجون عشان بيقولوا كلمه الحق. ما بيدلسوش على ربنا. يا ابن الحلال ايش بلاك انت؟ هد يا حبيبي. ترى النقاش اخذوا عطى، مو بكذا تنفلت مسك خط الان. انت ترى بن باز بن عثيمين كفار؟ يا لهوي، في السجن ولا برا السجن؟ يا رجل في ناس برا السجن ويقولون كلمه الحق. يا رجال فين بقى اللي بيقول كلمة الحق ده؟ هات لي بقى كلمة يعني تبي الحق. يعني تبي يطلع قدام الناس كده ويصارخ يقول محمد ابن سلمان كافر؟ مو بشرط يا عم. بلاش محمد ابن سلمان طلع اتكلم على القضية الفلسطينية. ها يعني لازم يتكلم عن القضية الفلسطينية عشان يصير مسلم؟ لا إله إلا الله. امال يعني نعرف ام اسلامه منين؟ يعني لا بيقول على شرطه ولا بيقول على اخواتنا ان هم بيموتوا بيتدفعوا في الحكام العرب. مسلم يا مصر، نعرف منين بقى إيه؟ اللي ميتين ام مسلم نعرف من ايه؟ يعني قول لي انا عايز افهم. شهادتين يا مصر. يلا يا لا اله الا الله. وين ابو حفص الهاشمي؟ طيب ليه ما يتكلم؟ طيب مين ابو حفص الهاشمي دي يا اخويا؟ انت من جماعه الدال ولا لا؟ لا انا من ولا من جماعه الدال ولا انا من جماعه صلى على الرسول. طيب من علمائك انت؟ انت سؤال بسيط، من علمائك؟ طيب انا علمائي ايه؟ الشيخ حازم ابو اسماعيل. علمائي الشيخ محمود شعبان، تعرفه؟ ايه معروفين. ما تسمعش عنه؟ لا اسمع. تعرفه؟ اللي بيغني إيه عرفت اسرائيل؟ لو روح بقى على اليوتيوب واتفرج كده على الشيخ حازم ابو اسماعيل. انت يا اخوان، الاخوان ما يكفروش بقى. اخوان مين هذا؟ ما تسيبك انا من الشماعه الهطله دي. انت هتعمل زي البهايم بتوع السيسي. ما تسيبك بقى من الشيخ حازم. ما تصير بكفراتي. ابن عثيمين يقول يا اخ لا اله الا الله. يقول لابد ان حكام العرب تهاونوا بنصرة القضية الفلسطينية. تكلم في هذه النقطة كذلك حتى ابن باز. فلا تيجي وانا اخوك تكفر كذا. قال بان حكام العرب تهاونوا بخصوص القضية الفلسطينية. تهاونوا ازاي بالقمة العربية المهلبية اللي بيعملوها؟ اقول لك ابن عثيمين وابن باز يقولون هذا الكلام يا حبيبي. ذرة خين
وصلح صلح الخسران. انت راضخ، انت راضخ، انت عايش مصر وراسك، انت منبطح، اذكر انت عايش مصر. يا جماعه الخير ترى اسديس ما هو عالم، اسديس ما هو عالم، ترى انت يا بلادي يا عالم، هو عالم علام. السديس ما استنى بس، انت يا مصري راضخ، يعني السديس ما هو عالي، يعني السديس مش عالي وحاطينه يمكن الخطابات على الحرس المكي من شيوخ السلطان، يعني السديسي مش عالي وفاسد الخسران. هل القارئ يفتي؟ هل القارئ يفتي؟ وفاسد الخسران. الشيخ السديسي علامة أستاذ دكتور. السديسي كان يتصور مع الإسرائيليين، يتصور مع الإسرائيليين في السعودية. قصص أنت يا داعشي، السديسي زنديق زيك بالضبط. وين ابو حفص الهاشمي؟ يا بلادي يا زنديق يا مجرم، لماذا تدافع عن محمد بن شلوم المجرم؟ ما تهاجرش الذي جاء بمغنيه تسب الذات الالهيه يا زنديق. الى ديار ابي حفص. طيب يا اولي من دينك تدافع عن دينك يا زنديق. ما تهاجرش الاولى ان تدافع عن دينك يا زنديق. يا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، الاولى ان تدافع عن دينك وعن رسولك وعن ربك. واحد مجرم أعطى ترامب 460 مليار دولار يا زنديق، البقرة الحلوب، قال عازم البقرة الحلوب، البقرة الحلوب. أعطى ترامب 450 مليار دولار وما زالوا تبعتونا مساعدات لأوكرانيا وترك أهلنا في غزة يا زنديق. شفت الكافر عمار، شفت محمد بن سلمان الكافر الذي تدافع عنه، حارب الإسلام والمسلمين، قتل الحجاج بفعل فاعل يا ابني وبفلوس المسلمين، وبفلوس المسلمين بفعل فاعل يا زنديق، أكثر بفلوس عمار، عمار ماتوا بفعل فاعل. ريلاكس ريلاكس يا شباب، لا قتل المسلمين، لماذا تدافع عن قتل المسلمين؟ ريلاكس ما لماذا تدافع عن قتل المسلمين؟ تكلم خلاص يا ولد، خلاص خلاص، ده انت عايش مصر عند الطاغوت يا مجرم، هاجر الى ابي حفص الهاشمي. ما يجوز يا عمار، تصف شخص تصف بالخسران. اسمع اسمع يا عمار، اسمع، فاسد الخسران شيخ سلطان، بس اوضح لك نقطه، اوضح لك نقطه، ترى انا وليس صالح الفوزان، فاسد الخسران عالم ايمان ائمه الدين كله انه زنديق. طب انا عايز اسال استراتيجي يا عجوز، يا عايز اسال سؤال يا جماعه، عايز اسال سؤال، ممكن اسال سؤال؟ تدافعوا عن دينكم مش تدافعوا عن، ممكن اسال سؤال؟ السؤال ممكن اسال سؤال؟ لا يا اي كي بالله اعطني اشراف عليك، بس اعطني اشراف عليك، ممكن اسال سؤال؟ ما تديش اشراف لحد عشان ما تديش اشراف لحد عشان احنا ما ند ما نتشل واحد. طيب خلوا الناس، انتم بتصرخوا يا مصر، انا عايز اسال سؤال، يدي الاشراف ما يديش الاشراف، مالكش دخل، بس مالكش دخل، بس يلا تسوي شو؟ انا عايز اسال سؤال يا عمار، يا شباب ولا تفهمش ولا لا، ولا اجيك يا عمي في ايه يا عمي، بسترفع اجيك من بسترفع. يلا صباح الخير جميعا، صباح الخير. يعني بما انه بما انه يعني كان الحجاج ما يقارب 2 مليون، يعني شوف انت كم الفلوس والمال اللي دخل، اللي دخل على آل سلول من الحج، من مناسك الحج، مش عارفين يشتروا شمسية او مظلة شمسية للحجاج المساكين اللي ماتوا من الشمس. يعني بالله عليك، بالله عليك، يعني ملايين ملايين دخل، ملايين دخل من مناسك الحج، عيب سب 30,000، ما تسبوهمش بقى بهذا اللفظ الشيطاني الوزع، فهم بقى ولا ايه؟ لا الحجاج المساكين ما يموتوا من الشمس، 30,000 من العائلة ما يجوز انك تسبهم بهذه الطريقه. يا شباب شباب عيب يا ولد، طبعا عارفين يا جماعه، يعني كل الفلوس، كل الفلوس اللي مع سلول، كل الفلوس اللي مع سلول ما يعرفوش يشتروا شمسيه، شمسيه للحجاج كبار السن، ويخصصوا مثلا باصات، باصات تنقل الحجاج كبار السن على الاطفال. يعني كل هالفلوس، كل هالفلوس لآل سلول مش حرام؟ والله يا حرام. وفي النهاية بروح بيشتري فيها صواريخ، صواريخ وطيارات من أمريكا، ويدعم أمريكا ومش أمريكا، وأمريكا تدعم الكيان الصهيوني. والله العظيم احنا احترنا، احترنا في آل سلول، والله احترنا فيهم، قسما بالله احترنا في آل سلول عن جد.
يعني مش شباب محمد يا شباب صوتي واضح يا شباب عشان يضرب المسلمين في غزة محمد بن سلمان يا عمار يا شباب يا شباب انا صوتي واضح اي واضح قول بعد قول يا الله يرحم والديكم هذا يتكلم هذا ناط هذا جاي ما ادري ابو كارلو جاي من السماء فجاه طلع لي هدوا يا شباب النقاش مو بكذا ترى صراخ هذا انت يا حبيبي احا مو بكذا يا حبيبي الموضوع زاد عن حد دقائق بالله يا عزيزي انا بقول كلمتين تو على بعض اقسم بالله جلست اتكلم يا ولد لا اله الا الله ذكرت عيال اختي اذا جو يصرخون عندي بالملحق وهذا يضرب هذا وهذا ابو كارلو بالله دقائق انا بتكلم لي ساعه يا ولد الله يصلح اول شيء بس دقائق عمار بن ياسر الله يصلح شوف انا اخوك انا يا مسلم انت شوف على الصبح ذا ما ودنا نفصل على احد لاني توي ما فطرت يا عمار بن ياسر وانا اخوك شوف ترى ما يصلح تيجي تصرف شيخ او رجل كبير بالسن بصالح الخسران وهم بس وضح لك نقطه وضح لك نقطه حبيبي انت الان تيجي تقول صالح الخسران انت تدري ان عائله الفوزان عندنا عائله عريقه وعائله محترمه وخرجت علماء تيجي تصف هذه العائله بهذا الشكل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه لا لا وضح لك نقطه الشيخ صالح الفوزان بالنهايه مثله مثل اي عالم ثاني يصيب ويخطئ الشيخ صالح الفوزان عشان تكون بالصوره انا اختلف معه في بعض المسائل مثل الغلو مثل طاعه ولي الامر لازم تطيعون ولي الامر انا في فتاوي اختلف معه يا لا اله الا الله انت نازل باراشوت حط ميوت الله يجزاك خير عندك هوا فانا اختلف معه في بعض المسائل لكن اتفق معه في مسائل كثيره مثلا عندك رد على اهل البدع عندي رجل عنده 49 مؤلف يرد على الرافضه ويرد على الصوفيه والمبتدعه فخلاص مو عشان عالم جاء قال لا يجوز الخروج على ولي الامر لا وجهه نظر بالشهاده ممكن هو يرى ان هذا بعد الخروج او بعد اسقاط النظام ممكن البلاد تمر بفوضى لا وجهه نظر افهم من اخوك مو باي واحد قال لا يجوز الخروج على ولي الامر انا اقول لا هذا على خطا عندك مثلا الامام الشافعي لا يجوز الخروج على ولي الامر عندك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يجوز الخروج على ولي الامر هل اني ولو كان ولي الامر كافر انا وضح لك الان اوضح لك ابشر ابشر ارض الحجاز وجاب المغنيه تسب ذات الالهيه وجاب الصليبيين وحبس الشيوخ وجاب اوضح لك النقطه هذه دينمار وكريستيانو الارض وجاب بهم واعطى منهم واعطاهم فلوس الحجاج يا ملايين الشيخ الشيخ اسمع بالله دقائق يا القرن يا بلادي بالله عليك يعني تاريخ ال سلول اسود تاريخ ال سلول اسود يعني بقدر ينظف مصر غزه شو فيها يعني على التيك شو فيها اخواني اللي غزه شو فيها لو على احمد هلان مثلا 1000 موعد يعمل اي شيء الكلام ده اللي صورتهم سنع ولا فايده صورتهم امام الناس يعني على الاقل يعمل اي شيء يعني فاهمين انه يعني مصلحه ال سلول هي فوق الجميع بس يعني يضرب كف عند البقيه يعني يعمل اي شيء يعمل اي شيء ما تحكمش يعمل اي شيء للمستضعفين في الارض يعمل اي شيء ما يكون كلب لامريكا يعني احنا نطلب بنطلب من الدب التاشر ما يكون كلب لامريكا بس احنا ما مطالبين اشي من السعوديه ومن ال سلول بس ما يكونوا كلاب لامريكا بس يعني ما يكونوا كلاب لامريكا احنا مش طالبين اشي يعني بقدر يستغل ورقه الجسر البري بدل ما يدعم الكيان الصهيوني مقابل كل شاحنه بتدخل السعوديه المقابلة شاحنة مساعدات من قطاع الى قطاع غزة احنا مش طالبين شيء من الدب الداشر احنا طالبين انه بس ينظف نفسه وينظف نفسه يعني وينظف صفحته السوداء يعني احنا مؤمنين انه مصلحة آل سلول فوق الجميع لكن مش لهالدرجة انك تلغي الاخر يا اخي انك تقمع الاخر وتلغي الاخر لا 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 السعودية طيب بعد المساعدات ما تتكلم عن الحركات المساعدات لاخواتنا بعد اذنكم لا لا لماذا ولماذا القواعد الامريكية في السعودية يا بلادي يا زنديق لا 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 استنى 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 عمار تدفع
بتدفع جزية عليهم يا زنديق. عيب الكلام ده يا المصري، عايش عند حلقكم حلب يا زنديق، عايش عند الطاغوت ليه يا طاغوت؟ حلقكم ترامب يا زنديق. يا ابي حفص يا عمار، ولا عنكم البقرة الحلوة. ما تهجرش الى افريقيا يا جماعة. مليار دولار من فلوس الغاز المصري. اين الغاز المصري يا عمار؟ مين قال انه لا يجوز الخروج عن الحاكم؟ اذا كان الحاكم ابن حرام، ابن حرام وكلب من كلاب امريكا، طبعا يجوز الخروج عنه. اذا كان الحاكم محمد بن سلمان يجوز الخروج عنه. اذا كان الحاكم يوالي الكفار، يوالي الكفار ضد المسلمين، يجوز الخروج عليه. يجوز طبعا. مين اللي حرم؟ مين ابن الحرام اللي حرم خروج الرئيس على الحاكم؟ مين هو ابن الحرام؟ الكلب، ابن الكلب اللي حرم خروج الناس عن الحاكم. اذا كان الحاكم ابن حرام وكان عميل وكان موالي الكفار، مين ابن الكلب اللي حرم اللي حرم ومنع خروج الناس على الحاكم؟ ما تسبش بقى، عيب عيب الالفاظ دي يا فلسطيني. بس يا ابو كارلو، لا نقول يا فلسطيني، نقول كلمه يا ابو كارلو بالله دقيقة. لا اله الا الله. بعد اذنك بس يا حبيبنا، بعد اذنك عايزين نقول كلمه حق. والله السعوديه بعتت برضه مساعدات لاخواتنا، بعتت طيارات مساعدات لاوكرانيا. يعني احنا برضه لازم نقول اللي لينا واللي علينا في حرب اوكرانيا. اخواتنا وانت وش لك دخل في السعوديه بقى؟ ايش لك دخل في السعوديه؟ ما تتكلم على الشيء المصري او الموضوع المصري او القرار المصري. انت عايش مصري السعوديه سبب فساد 70 مليون مصري. السعوديه سبب فساد الامه كلها يا حبيبي. عايش في بلاد كفار. سبب فساد الامه هي افريقيا. افريقيا ابوابها مفتوحه بقى، نفس امريكا. افريقيا مفتوحه ابوابها. يا لا اله الا الله، خلاص انت يا بلادي. سلمان والسيسي يا بلادي، يا شو اسمك انت؟ مثل ما اقول بلادي صار اسمي حتى وانا نايم اقول بلادي. يا لا اله الا الله. الان اول بدايه العلمنه كانت باي دوله؟ باي دوله؟ ايه باي دوله؟ اول الدول الاسلاميه اللي بدات حمله العلمنه فيها اي دوله؟ مصر. احسنت عزيزي، بدايه العلمنه كانت عندكم. كيف تقول انت السعوديه هي سبب فساد الامه الاسلاميه؟ انا اوضح شيء يا اخي. اخي الكريم، اخي الكريم، انا اوضح لك شيء. النقاش اخذ عطى حبيبي، انت لا تعصب كذا حبيبي. انت بتكلمنا عن مصر ولا انت دلوقتي بتكلمنا عن البلد العلمانيه؟ انا عارف اللي هي علمانيه. نتكلم طيب. عن مصر، نتكلم عن السعودية، كل الدول نتكلم عليها، لكن أوضح لك أنا النقطة. أول بداية العلمنة في العالم الإسلامي كانت موجودة في مصر، وانتشر الفساد. اسمعني أوضح لك النقطة. انتشر الفساد في مصر. ترى العلمنة في مصر ما هي قبل 60 سنة 70 سنة أو في عهد جمال عبد الناصر. ترى قبل جمال عبد الناصر كانت موجودة العلمنة. نعم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص أن السعودية نشرت الفساد، شبه الوقت الحالي نعم أقول لك في فساد، لكن سابقا في عهد خلينا نقول عبد العزيز، ومع اختلافي مع عبد العزيز في مسائل كثيره، وكذلك كل الملوك اللي جوا على السعوديه انا اختلف معهم في مسائل كثيره. لكن رح الان الى اوروبا، ورح الى امريكا اللاتينيه، ورح الى امريكا، ورح الى كندا، ورح حتى الى افريقيا، لابد ان تجد بصمه للسعوديه في هذه القارات. تجد مساجد، تجد مصانع هي لطباعه القران الكريم، تجد حتى ابار اعمال خيريه، تجد بصمه للمملكه العربيه السعوديه. فلا احنا لابد نكون منصفين. وانا اخوك، انا سعودي واختلف مع ال سعود في بعض المسائل، لكن لابد ان انصفهم. هل لهم بصمه في غزه؟ اقول لك يا بصمه في غزه، بعد اذنك يا ابو هل لهم بصمه في غزه؟ لو كانت بصمه اخوي ابو كارلو، يا ابو كارلو انا اللي بتكلم، تفضل سيد العزيز ابو كارلو. انا اللي بتكلم، انت لا تاخذ النقاش يا ابو كارلو. بلا دقيقه، انت لا تاخذ ابو كارلو. بلا دقيقه حبيبي، بس دقيقه. بص بقى، انا عايز ارد عليك بقى. مش انت والله لا اعطيك فرصه ترد علي. امشي العلاقه اسمع ابو كارلو، لا تاخذ النقاش انت بالصراخ والسب والشتم. يا سيدي سؤال، هل لها بصمه؟ نعم. في غزه؟ نعم، انا اعطيك البصمه. تفضل، خلينا نتعلم ونعرف. خلينا نتعلم يلا. الحي السعودي اللي موجود الان في غزه من افضل الاحياء اللي موجوده. هذه اسكان مجانيه من الملك عبد الله لاهل غزه، وكذلك هذا من غير الجامعات والمدارس اللي موجوده داخل غزه، كلها بنيت من عهد الملك عبد الله. هل تنكر هذا الشيء يا ابو كارلو؟
بقى كله تراب دلوقتي. ايه ما عليه اترك اللي قصبوه يصلا، بس تنكر الشيء هذا، تنكر الشيء هذا يا ابو كارلو. هو شوف انا ما بعرف، لكن انت اكيد كلامك صحيح ولا تكذب، كل الاحترام كل الاحترام، لكن ايش الفائده، ايش الفائده لما انت تصوم تصوم دهر وتفطر على بصله، او في الاخير تصمت دهرا وتنطق في النهايه كفرا، شو الفائده؟ يعني شو الفائدة إذا مثلا توقف هذا الدعم، إذا انقلق، إذا أنت أصبحت تدعم العدو ضد المسلمين والعرب، تفتح جسر بري تجاري لدعم اقتصاد العدو. طب ما أنت خربت اللي أنت عملته، وربنا بقولك يعني إنه أنت ما تخربش الصدقة يعني بال يعني بالمن ولا يعني انه انا عملت وانا عملت تويك خلاص يعني ما يعني يا بتستمر يا بتضلك على الحياد، مش بتفتح لي معبر عفوا جسر بري تجاري بدعم العدو. طب ما هو كل الناس بدها يعني انه هذا العدو ينهار اقتصاديا، اذا انهار اقتصاديا الشعب بثور، لانه الشعب الصهيوني مش زي الشعب العربي، الشعب الصهيوني عايش في رفاهية، فاهم علي؟ رفاهية، عندهم الفلفل الحلو 5 ألوان، كل سنة ببدلوا سيارة، فإذا انهارت المنظومة الاقتصادية في هذا البلد، اعرف إنه رايحين يهاجروا، رايحين ينقلبوا، رايحين ينجنوا، لأنهم هم مش عايشين مثل حياة العرب مثلا اللي في محيط مكة ولا المدينة عايشين، لا يا عمي لا، هؤلاء أنا عايش في الضفة الغربية وعايش بينهم، شايف علي؟ وبعرف كيف عقليتهم، فاهم علي؟ بعرف شو عقليتهم، بس انتو بعد ما تم حصارهم اقتصاديا، انتو والحفاء العراء الامارات راحوا فتحوا جسر بري اقتصادي، جسر بري اقتصادي اللي دعمهم. طيب ليش؟ ما هذا الكيان اصلا قائم على القوة الاقتصادية، وكل اوروبا بتدعمه اقتصاديا، وكل امريكا بتدعمه، امريكا بتدعمه اقتصاديا، وكل في علمكم بخصوص اللب الصهيوني، بخصوص اللب الصهيوني، اللب الصهيوني مش يهود اصلا، اللب الصهيوني مش يهود، اللب الصهيوني هم امريكان مسيحيين ينتموا الى الصهاينه. هم بيفكروا لما يقولوا الناس، لما يقول اللب الصهيوني بيفكروا انه اللب الصهيوني يهودي، لا يا عمي، بجوز في واحد او اثنين يهود، الباقي مسيحيين متصهيونين، مسيحيين متصهينين. طب بروح الحمار ابن سلمان، بروح بفتح لي جسر بري وبروح. طب ليش انت حطيت للفقراء، انت دعمت وحطيت حطيت سدر منسف للفلسطينية، وبعد ما حطيته تحط رجلك فيه؟ طيب ليش يا عمي؟ ما بصير، انت صمتت دهرا، وفي الاخير قلت كفرا. طب شو البلد، انت ضيعت حسنات، شو الفايدة؟ انت بتطعميني وعملت لي وسويت لي، وفي الاخير بعصتني في طيزي، ليش؟ طيب ليش؟ لا طيزك محشوم، طيزك محشوم حبيبي، لكن حنا نتكلم يا ابو كارن، سالتني الان، انا شفت رضيت يعني انت تطعميني وتبنيني وفي الاخير تبعصني في طيزي، حرام، ليش؟ ما بصير هذا الحكي، ما بصير. يعني احنا مطالب آل سلول انهم يوقفوا الجسر البري اولا، ثانيا من طالب آل سلول انه يخصص مثلا 1000 مقعد مجاني على حساب مولانا السلطان لا الغزة، يعملوا مناسك الحج والعمرة على حساب الدب الداشر. خلاص خذ نفس يا محاش، في خلاص بينقطع نفسك انت وبينقطع الاكسجين عليك، والله ما شاء الله عليك. اول شيء انا سالتك سؤال، قلت لك انا شوف والله اني ضد آل سعود في بعض المسائل، مو كل ماني ضد كلهم برضه. اسمع يا عمار دقائق، انا سالتك سؤال، انت قلت لي عطني بصمة للسعودية داخل قطاع غزة، قلت لك فيها الحي السعودي وفي ملاء المستشفيات والمدارس، للانصاف انا قلت هذا الكلام للانصاف، انا لو جيت قلت آل سعود كلهم سيئين، انا اعتبر اني حاسد، انا يعجبني الشخص المنصف. هذه النقطه الاولى، انت الان اعترفت انه في الان تبنى مستشفيات وجامعات واحياء بنيت داخل غزه من قبل السعوديه، هذا شيء ما تقدر تنكره، وانا اخوك اتكلم بعهد عبد الله رحمه الله عليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت ما شاء الله قلت شيء، يعني انت انا عارف النقاش التشتيتي هذا، انا عارف النقاش هذا زين. النقطه الثانيه،
انت قاعد تلوم السعوديه الان، وهذا يحق لك، حق من حقوقك الان انك لان قلب العالم قلب العالم الاسلامي وبلاد الحرمين، وهذا حق من حقوقي، لكن بالمقابل لازم تلوم ابناء بلدك اللي ذهبوا للقتال في سوريا ضد الشعب السوري. انت ما يمديك الان تنكر اللي هي حركه التحرير الفلسطينيه الشيوعيه هذه شاركت مع بشار الاسد ضد الشعب ضد الشعب السوري، صح ولا لا؟ مين اللي راح مين اللي ترك بلدي وراح يحارب السوريين؟ بتحداك اذا في واحد اذا في واحد ترك بلده يعني فلسطين وراح يحارب يا حبيبي ابو ما فيش هم فيش هم اللي كم من واحد هم كم من واحد راحوا انضموا لتنظيم الدولة بس كم من واحد راحوا انضموا لتنظيم الدولة عشان يقاتلوا امريكا بس لما كان الشهيد ابو بكر البغدادي الله يرحمه شاف علي ايه بس راحوا انضموا هم كلهم ثلاث فلسطينية انضموا لتنظيم الدولة على اساس انهم يزيلوا الحواجز وحدود سايكس بي شايف علي ويقاتلوا الامريكان هم ثلاثه اللي طلعوا من فلسطين بس واستشهدوا مع تنظيم الدوله بقياده الشهيد ابو بكر البغدادي لا لا حركه التحرير الفلسطينيه اللي موجوده في سوريا تقاتل مع بشار الاسد ملناش فيهم انا هذول مولودين في سوريا في سوريا انا شو الي فيهم لا لا يعني هذول مولودين في سوريا وعايشين في سوريا ويشتغلوا في سوريا وجواز سفرهم سوري وهوياتهم سوريه ودمهم سوري كل شيء سوري بس اجدادهم هم الفلسطينيين انا بقول لك اعطيني فلسطيني مثلا من غزه طلع فجر مثلا الخبر في مش عارف وين طلع واحد من غزه فجر مثلا سفاره كينيا شو اسمه طلع لي واحد فلسطيني طلع من غزة مثلا وراح عمل تفجير مثلا في الخبر مثلا عام 93-94 الله أكبر اصلا 11 سبتمبر احداث 11 سبتمبر المشهورة ان شاء الله تنعاد يا رب تنعاد يعني احداث 11 سبتمبر يعني ان شاء الله تنعاد اللي قام فيها شهداء من السعودية يعني شهداء سعوديين اللي قاموا ب 11 سبتمبر اللي فجروا الابراج هم شهداء سعوديين فيعني انا بنكرش ان السعوديين فيها شهداء مثل اسامه بن لادن ومثل الشهداء اللي قاموا ب 11 سبتمبر لما فجروا فجروا الابراج فجروا الابراج له بلا عطني بارك الله فيهم بارك الله فيهم يعني بارك لهم والله احسن واحد سعودي هو الشهيد اسامه بن لادن الله يرحمه تفضل الله يرحمه تفضل ثم لجيت اقول كلمتين قام يقاطع يتكلم نص ساعه يا ولد خلنا نتكلم يا ولد ايش بلاك اعوذ بالله على الصبح لما فصل علينا يقول عطني واحد طلع فلسطيني طلع برا وقاعد يفجر وقاعد يسوي طيب ابو نضال هذا ايش قاعد يسوي ذبح مسؤولين سعوديين وقتل مسؤولين خليجيين وعرب طيب ليه ما يقتل المسؤولين الإسرائيليين اللي عنده وكذلك أنت تقول إنه في حركات والله طول عمره عايش في سوريا طول عمره عايش في سوريا من 67 عايش في سوريا بجزء فلسطيني ولا ما فلسطيني فلسطيني ولا ما طيب أصله فلسطيني شو أسوي لك أصله فلسطيني بس أنت ما تلوم أهل غزة إيش دخل أهل غزة إيش دخل أهل غزة مش أنت مش المطلوب مش المطلوب إنك تستخدم ورقة الجسر البري كل شاحنة تدخل السعودية إلى الكيان يدخل مقابلها شاحنة مساعدات إلى غزة ليش ما طلب الدب التاشر ليش ما طلب من الأمم المتحدة وأمريكا وإسرائيل كل شاحنة تجارية بتدخل السعودية الأراضي السعودية يدخل مقابلها شاحنة مساعدات من معبر رفح ليش ما اشترط هذا الشرط بقول لك يا ابو كارلو بعد اذنك بعد اذنك بس انا اللي عايز ارد عليك ما تكلمت خلينا نرد عليه بالله نقاشكم بص بس والله العظيم اسمع والله العظيم اني اكتشفت اسمع والله العظيم اكتشفت ان الوطنجي السعودي انه يناقش وانه محترم بالنقاش اكثر للاسف من الناس اللي يقولون هدفنا واحد احنا همجيين انا عايز اقول لك سؤال بلطجي مصري ما ينشر عليك يلا كمل يا المطعميه يا المصري معليش انت راجل عائل تبيها همجيه انت ما راح تتكلم ما راح تتكلم
انا عايز اسالك لا 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 تسال لا تسال لا كذا هم اجي انا بلطج يلا تملي. ما في ما راح تتكلم تملي هذا ال ان اتش ابن البنغالي هذا ابن البنغالي اللي بسب المشكوك في الدي ان اي بتاعه اكتم لي اياه اكتم لي اياه المشكوك في الدي ان اي بتاعه ابن البنغالي اكتم لي اكتم لي اياه هذا الان اتش هذا ابو كارلو احنا هنا عشان نناقش ونطلع ونشوف الناس مع بعضينا كده ونشوف ايه يا ابوي انكتموا يا اخوي بنتنفس نتكلم بلا زود وقتي يا الحبيب. اول شيء يا جماعه الخير هذا ابو كارلو يقول انه ما في حركات موجوده خارج فلسطين، في حركه التحرير الفلسطينيه، في عندك حركه الجهاد الاسلاميه هذه الشيعيه موجوده تقاتل مع بشار الاسد، هذول وينهم عن فلسطين؟ ليه ما يقاتلون داخل فلسطين؟ وعندك ابو نضال يقول ابو نضال ما لنا دخل، مولود بسوريا. طيب دام مولود بسوريا هو من اصول فلسطينيه، ليش يذبح المسؤولين السعوديين ويذبح المسؤولين الخليجيين؟ ليه ما يذبح المسؤولين الاسرائيليين؟ هم اولى ان يقتلهم. بعض مقسم بالله للاسف ان اكتشف انه حاقد وليس انه يبي ينتقد بس حاقد. لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح ابو حمزه. انا عايز ارد عليك بقى، انت بتتكلم على طائفة في سوريا، احنا دلوقتي في حرب في غزة، ناس مع ربنا بتحارب حرب واحدة، الحرب الحقيقية، الحرب اللي هي ربنا قال عليها. انت بقى عمال تدخلي في الشيعة ومش الشيعة، خلينا من الشيعة. فين اهل السنة؟ فين اهل السنة؟ فين أجندة أهل السنة؟ طب الشيعة عندهم أجندة، أنتوا فين؟ مش واقفين مع أخواتكم ليه؟ ليه مخليين أعدائكم هم اللي يقفوا مع أخواتكم؟ مش ده السؤال المنطقي لأي حد؟ بعدين في الحرب عدو صديق، إنما هنكلم مين ونفهم مين؟ مهما نفهم عمركم ما هتفهموا. السلام عليكم. والله انت والله يا جماعه كيف رب. شوف انا ما احب نسوي شو هذا اساسا، بعد ما يخلص افتح المايك بس شو تكلموا بس مش يعني كل واحد يعطي الثاني فرصه بس. راب راب نيكست مين نيكست ابو كارلو هلا تفضل. انا ما قلت انه ما في حركات فلسطينيه في الخارج، في، بس الناس اللي بتموت في غزة، هل واحد من غزة طلع اغتال واحد سعودي او خليجي او اردني او شيء؟ اهل غزة الان انت بتتكلمني على ناس في السبعينات وناس في الثمانينات كان عملوا اشياء. طب الان اهل غزة لنولد امبارح بموت، ايش ذنبه؟ هو محاصر وضعه زي الزفت، شيء طبيعي انه السجين يتمرد على السجان. تيجي انت تدعم العدو وتدعم امريكا وكمان تفتح جسر بري تدعم الكيان الصهيوني؟ طيب على الأقلية فتحت جسر بري ماشي، بس في المقابل قول يدخل شاحنة مساعدات مقابل كل شاحنة بتدخل من بلدك للكيان. اللي بيدافع عن الحكام عندنا في مصر وفي السعودية بيدافع عن الحكام ليه؟ الحكام ماذا فعلت للإسلام والمسلمين؟ والجيش العربية ماذا فعلت للإسلام والمسلمين؟ الجيش العربية صنعت كلها لليهود ولا تطلق طلق عليهم لحماية اليهود فقط لا غير، حماية حدود سايكوس بيكو، ولكن كل حربها ضد الإسلام والمسلمين. كل حكام العرب الكلاب تكالبوا على غزة، حكام جميع الدول العربية، السعودية والإمارات والمغرب ومصر، يعني مش ساكتين، لا ده بيدعموا الكيان. الغاز بيجي من السعودية ومن الخليج بيروح عن طريق مصر للكيان عشان يضرب اخواتنا في غزة. اخواتنا في غزة لا في مية ولا في اكل ولا في شرب، وكمان الجيش الاردني والجيش المصري بيلسل الجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما أدري تضاربون على إيش، على قضية غزة ولا على القضايا الدينية ولا على قضايا الطواغيت اللي يحكمون هذه البلاد العربية، والله على الطواغيت الغرب اللي يتحكمون بالبلاد العربية. المسألة كبيرة، بس أهم مسألة هي الآن هي غزة وضحايا غزة. كيف الشعوب العربية تنصر غزة؟ الطريقة يجب الخروج على جميع الحكام، ما في طريقة ثانية. بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جوزافة من فلسطين. بالنسبة للأخ المصري اللي تكلم وقال عن لما انتقد أخ من الإخوة التقارب مع الرافضة مع الشيعة، قال دشرك منهم إلى آخره، هم دعموا فلسطين. طيب، مبنى الأمر ومآل الأمر ومحور الأمر هو مش دعم فلسطين أو خلافه، لا يوقف شيء. الخلاف هذا خلاف عقائدي لا يوقف شيء، لا فلسطين ولا غيرها، وخلاف عقائدي بين أهل السنة والجماعة هم المسلمين، وبين ما سواهم من الطوائف المرقة عن دين الله عز وجل. ثم أنت إذا بدك تحاكم أهل السنة والجماعة، جيب إلهم نظام صرف يحكم بما أنزل الله، يقيم دينهم، بعدها حاكمهم إذا كان موجود في المنطقة، بعدين اسأل أين أهل السنة والجماعة. ثم على الجهة المقابلة هناك نظام ملالي إيران يقيم دينه الشيعي، هذا يمكن إن لك محاسبته. ماذا فعل هذا؟ ولا فعل شيء. انتهى الشو، خذ راحتكم، بس ها زي ما وصلتكم. مع السلامة، أنا أستاذنكم يا رجال. زيد توقيت التنازل، حط لي دقيقة عشان نتكلم، ما حط لنا زيادة دقيقة عشان نعرف نشتم ونسب آل سلول. أنت أبو عبيدة، اسمك أبو عبيدة، يعني بدنا فرصة نشتم آل سلول. حط لي قال دقيقة، قال هي شو بتسوي الدقيقة؟ شو بتعمل الدقيقة الواحدة؟ لا، من لحقش نسب على آل سلول ولا على أتباعهم وخراق آل سلول. زيد دقيقة عشان نعرف نأخذ فرصة نسب ونشتم، نسب ونشتم آل سلول. حط لي دقيقة وأخذ تنازل الدقيقة، شو بدنا نعمل فيها الدقيقة؟ شو والله الواحد ما بقدر، ما بلحق يحكي طيزه إلا رايح الدقيقة. سويها دقيقتين على الأقلية نعرف نتكلم أول إشي، نتكلم عن الموضوع ونختمها بالشتم على آل سلول، آل سلول واتبعهم. واحد الله ابو كرر، خل اربع دقائق، دقيقتين للسب والشتم، دقيقتين للكلام. قلت لك اللي بيقف مع الباطل وبينافق الباطل الحق ما بيليه غير خلاص، ما فيش. انت الحرب دي بينت كل واحد على حق وكل واحد على باطل، الحرب دي بينت كل الخسيس والندل والجبان والمنبطح، الحرب دي كشفة لكل الخونة اللي حوالينا. يعني مش قياس عندك الحرب، مش العقيدة، مش الدين. الدين والعقيدة هي قسيم الخير والشر، هي قسيم الحق والباطل. أكيد طبعا، إذا كنت على عقيدة وعلى دين، الدين والعقيدة يوضح لك من عدوك ومن صديقك، من معك من عليك. مش الحرب يا أخي، إذا أنت اليوم صحيت على الواقع اليوم بعد هذه الحرب، احنا صحيين عليه من زمان، من قرون يا اخي. اكيد اللي طبعا، ما على الناس انهم صح وانهم خطا، والله عز وجل مصدر الحكم هو. انت اللي على اساس العقيدة. انت دعوتك الى التقارب مع الشيعة بحكم انهم دعموا فلسطين، يعني انت تسوق انه الفلسطيني عبارة عن مرتزق، اذا بدعموا المغولي ولا بدعموا الصيني الفلسطيني بصير معاه. هذا إشي إحنا كفلسطينيين نرفضه، وهذا الترويج. لا لا لا، يعني طبعا هاي أمريكا بتدعمك، مش كلامك كده، بتدعم آل سلول. هلا مش مرتزقة، أصبحوا أمريكيين مثلا. حبيبي مش مرتزقة، مش اللي بيعملوا الكفار موالين الأمريكا. هل آل سلول والدب الداشر أصبح أمريكي وديانته مسيحية مثلا؟ طبعا بتلقى طيارات ومساعدات من أمريكا الكافرة النصرانية. هل الدب الداشر
المباشر أصبح نصراني ونصراني وأمريكي. لا طبعا هاي واحد ثاني. العقيدة والدين، العقيدة والدين بتقول لك إنك توقف مع العدو ضد المسلم. العقيدة والدين بتقول لك تفتح جسر بري تجاري لتدعم الكفار. العقيدة والدين بتقول لك تترك المسلمين والأطفال والمستضعفين في الأرض يموتوا وانت ما تعملش ولا اشي. هذا الدين، هو الدين بقول لك هيك. يخرب بيته اذا هيك الدين، يخرب بيت الدين اذا هيك. اذا الدين هو بقول لك ما تنصر اخوك المسلم، ما تنصر اخوك المسلم. اذا الدين بقول لك انت بتحاكم على اساس دين، اذا بقول لك ما تنصر اخوك المسلم. اسمع انت بتحاكم الحين على اساس الدين، هذا المحاكمة الصحيحة. اما تيجي تحاكمه على موقفه من فلسطين، طيب وبكره آل سعود مثلا قاموا ودونا شحنه اسلحه، خلاص عفى الله عما سلف وفلسطين تجوب ما قبلها. شو مالكم يا اخوان؟ المقياس مش فلسطين والله. المقياس الدين والعقيده يا حبيبي. على اساسها انت تحاكم آل سعود وغيرهم من الطواغيت، على اساسها مش على اساس فلسطين ولا تقاربهم مع فلسطين. ثم انت يا اخ اللي مسمي حالك لا اله الا الله، انت تقارب، انت طعنت في الاختلاف العقائدي وهو اختلاف صحيح وصريح بين اهل السنة والجماعة وما سواء وما عداهم وما دونهم من الطوائف المرقة عن الدين، بحكم انه الرافضة اليوم يدعمون اي دعم اللي بتحكي عنه لفلسطين. ما قام حزب الله في الشمال الا لاجل مصالحه، وهو صرحها مدة 9 شهور من الحرب، اخر شهر بس صار يتكلم وصار يقول هذه من شان غزة. طب يا سلام، طب انفلوا يطلقوا طقيعه، طقي فتيشه، يضربوا فتيشه، انساك من حزب بالله. يا سيدي بس آل سعود يضربوا طقيعه، يضربوا فتيشه، يضربوا صاروخ كرتون، يضربوا صاروخ بيبسي، يضربوا اي شيء، فاهم علي؟ يعني حزب الله شو عمل لمصالحه؟ يا عمي اقول لك شوف انساك من حزب الله. آل سعود عندهم طيارات وعندهم دبابات وعندهم طيارات اكثر من الطيارين، وعندهم يضرب فتيشه لو في شيء. يا عمي يضرب صاروخ بلاستيك وخليه يضرب ويجي في طيزي، مش مشكلة، المهم يضرب. حتى لو ضرب صاروخ كرتون واجى في طيزي انا مكهنك كبال، انا موافق. انت بترد في، والله العظيم بترد وانت مش فاهم. هو المسألة على شيعي وسني، ليش الشيعي مناصر لفلسطين والسني وين؟ هذا اللي تكلم فيه الاخ. انت هذا اللي تكلم فيه، انت تكلمت فيه. لانهم السنة، لا ما تكلمتش هيك. السنة خلوا اهل فلسطين، لانهم السنة الذين يدعون انهم مسلمين امثال آل سلول خذلوا فلسطين وخذلوا الاطفال والمدنيين في غزة للاسف الشديد. كيف استقامت معك المسلمين امثال آل سلول؟ احنا نكفرهم اصلا آل سلول. كيف انت نسبتهم الى الاسلام والقبلة؟ يا حبيبي الله يرضى عليك، انا عايز ارد عليك بس بالله عليك. هو بس لحظة هو تكلم، قال الشيعة دعموا فلسطين، اهل السنة خذلوهم. اعطيني دولة سنية صرفة في المنطقة حتى احاكم اهل السنة والجماعة بناء على افعالها وموقفها. ما في. فلذلك لا تجوز المقارنات ولا يجوز الطعن بأهل السنة والجماعة المسلمين، وقولك إنهم خذلوا فلسطين هذا كذب وافتراء. ما دام أنت لازم تحاكم، حاكم اللي له دولة في المنطقة، هو ملال إيران. وآل سلول إيش هم؟ مش من أهل السنة والجماعة سلول يا حبيبي؟ أنت بتشملهم مع المسلمين، أنت بس بتحاربهم بس هيك هجوما. انزل عليهم الحكم الشرعي. شو حكمهم الشرعي يا ذول؟ شو حكمهم الشرعي؟ أنت بتكفرهم ولا ما بتكفرهم؟ والله يا عم بدك الصراحة أنا بكفرهم. طب خالص مدام بتكفرهم، ليش بتقول عنهم إنهم مسلمين وهيهم وأهل السنة وما طلقوش رصاصة تجعلهم واجهة لأهل السنة والمسلمين في المنطقة؟ كيف هذا؟ ما هو العشم يعني العشم يا زلمة. أنت بتتعشم في عدوك، حدا بتعشم من عدو وينصره بشغله. هذول أعداء، ولازم الأم الضلع تسأل سؤال واحد إلهم، هذول بأي صفة بحكم؟ هذول مين حطهم على العروش؟ مين اعطاهم الشرعيه يتولوا امر امور امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم اللي بيدعموهم، ما هم الكيان اللي مقعدهم على كراسيهم. ما هو الكيان لو زال الدولة تتزالوا، بس هم هيتزالوا قبل ما يتزال الكيان. طيب يا اخي انا بتمنى منك ما ضلكش تكرر مساله شيعي والشيعي دعم والاهل السنه. حبيبي انا رديت على السعودي بيقول لي الشيعي، وهو بيكلم ابو كارلو بيقول له الشيعي ومش الشيعي ودولت كانوا بيروحوا سوريا. قلت له وانت سايب الحرب كلها ورايح تكلمني ببلد تانية؟ انت دلوقتي الحرب اللي دايرة دلوقتي سنية ولا مش سنية؟
كاشفة ولا مش كاشفة؟ انت اللي فهمت كلامي غلط. كاشفة بقى للسنة ولكل حاجة ولكل شيء، لان هي دي الحرب الوحيدة اللي لا فيها لا شيعي ولا فيها كاني ولا فيها ماني، ما فيهاش اي حاجة خالص، صافية لله. ده اللي انا كنت بتكلم فيه. فبقول له انت دلوقتي بتتكلم ان هم الشعب يدعموه، طب فين اهل السنة؟ فين الشعوب العربية؟ مختبئين. فين؟ نايمين على بطنهم. فين؟ ربنا بيستبدلهم بناس تانية. اوروبا الكفرة بيتظاهروا بينزلوا عشان خاطر اخواتنا المسلمين واحنا نايمين. طيب هلا شو بفهمك؟ ماشي شو بفهمك؟ يعني اسمع، يعني لو كان سقف الحريات الموجود في مصر هو نفسه سقف الحريات الموجود في بريطانيا، مش كان نزلوا المصاروة بالملايين إلى الشوارع؟ صح ولا لا؟ هل تشك إنه الشعب المصري لو كان عنده سقف الحريات عالي إنه ما راح ينزل على الشارع نصرة لفلسطين؟ لا راح ينزل. طيب شو بدلل هذا المسألة؟ ليش مش قادرين ينزلوا؟ لأنه إذا احنا محتلين من إسرائيل يا أخي، هم هذول إخواننا العرب من المحيط إلى المحيط محتلين من قبل حكومات طاغوتية نصبوها للاستعمار. بس هذول يا أخي كل واحد يحرر نفسه يا أخي. المجتمع المصري عندي بس مفتوح، إذا قفل إيكي تجون عندي. تابع حسابي هذا، تابعوه. المجتمع المصري دلوقتي حاليا اللي تحت كلكم تابعوا حسابي، جزاكم الله خير. يعني جميل انك تنظر الى فلسطين حرب للتحرير والمطالبة بالحرية والحقوق والكرامة. طيب ابصر موضع قدميك ايها العربي، ايها المصري، ما انت مهان كمان، ما انت محتل كمان، ما انت مش قادر تتنفس كمان. انا محتل بس تستباع. محتل ايه بقى؟ طب قوم ورينا نفسك. انا محتل بس محتل ايه بقى؟ من اخويا. من اخوك؟ اه. وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. انت لازم اصلا لانه اخوك تقوم تفرم وتفريم، لانه الظلم من ذوي القربى اشد عليك ما يجيك واحد غازي من برا. وده اللي هيحصل باذن الله. طيب يا اخي، يعني لازم هذه الحرارة اللي اوقدتها فيك القضية الفلسطينية وفلسطين عموما توقد فيك هذه الشغلات اللي نسوها العرب. كرام الحرية عزة. الفوضى اللي جاية على مصر، الفوضى اللي جاية على مصر هتشيل، هتبقى عاملة زي طوفان 7 اكتوبر بإذن الله. هتشيل كل وساخة بما فيهم حكام العرب كلهم تم، بما فيهم العرب كلهم تم. لأن الكبيرة اتركعت فكله بقى عمال بيلطش. حبيبي الكبيرة اتركعت الآن، ما فهمتش. بتقولها ايه كده؟ الأذى الكبيرة تلطيح حاجة كده، ايش اشرح المثل؟ ام الدنيا، ام الدنيا دلوقتي مترقعة. طب اسألك سؤال يا اخي، اسألك سؤال. هو لو كان مصري بحيلها ولا كانت ايام مرسي؟ راح الصوت. لو كان ايام مرسي وزي ما كان ايام مرسي كده، لو مصر كانت بحيلها، كان حد عرف من الحكام العرب دولت يفتح بقه ولا ينصر الكيان؟ ولا كان حد يعرف يفتح بقه. ايام مرسي لما كان في حرب على اهالينا في غزة، دخل الوزراء بتوعه واحد واحد في قلب غزة، الحرب وقفت في 4 ايام عشان الشعب كان ملك البلد، كان الشعب هو اللي مسيطر على البلد. اما احنا دلوقتي سكينة الكهرباء عند الكيان، محبس المية عند الكيان. وصل بلاد الزنديق، وصل يا دي النيل. سبش بقى يا مصري، عامل ايه بلاد الزنديق؟ وصل بقى يا وين ابي حفص الهاشمي؟
أين عن أين أين هو عن جراح المسلمين؟ أين هو عن جراح المسلمين؟ على لسانك أين هو عن جراح المسلمين؟ واحد مصري أبو حفص علاج الجوع في السعودية بدافع بدافع عن سلول ضد بلده يعني والله ما نفهم أبو حفص كان الأول إنه واحد سعودي يدافع عن سلول يدافع عن بلده مش واحد مصري مغتر ترك بلده هرب من بلده من الجوع والفقر والسرقة وراح على السعودية وقاعد ايش بدافع عن سلول ضد بلده أنا مش فاهم والله مش فاهم واحد هرب واحد هرب واحد هرب من واحد هرب من بلده علشان علشان يدافع عن بلد ثاني قتلت اليهود انت مستفز يا ابني والله ما انا ما انا مستفزش ابدا ابدا يالا تفهم يالا ماني مستفز لكن انا اقمع بسياط الحق اهل الباطل تقمع بالسياط اوف اوف ايه وارد اهل الباطل اقول لك يعني الله انا اي حق هذا اي حق هذا اي حق هذا اللي بتقول عنه والله ما انا فاهم اي حق عنا حق الباطل والحمايه حق ايش اي قانون باي حق باي صفر ستظل في كل الربوع جيوشنا لمعاقل الحوث الأثيم تحرر يا رجل أطول حرب الأثيم اسمع تعرف على لحظة تسليح أمريكي وينك عن تسليح أمريكي وقيادة أمريكية وتسليح أمريكي وتسليح بريطاني وتسليح أمريكي وقنابل أمريكي إخواننا الأمريكان الكفار سوف نقاتل ونحمي الحدود ونحمي الحدود التي رسمها لنا الاستعمار التي رسمها لنا الاستعمار سوف نموت من أجلها ونقاتل وندافع عن حدودنا التي رسمها لنا الاستعمار الشقيق المحترم سوف نقاتلهم بقنابل أمريكية وصواريخ أمريكية ودبابات أمريكية وتلحصيزي يا سعودي بقول لك ستظل في كل الثغور جيوشنا لمعاقل الحوثي يا جماعة وصل أمريكا بسهل مؤخرة السعوديين يعني عيب كده مؤخرة يا سالم فلسطيني هذا يحب يفتح طيزة أمام الناس أنا سألوا بس يا مجاهد لا 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 ولا 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 ما تتكلمش عن الرجالة كده يا لا ولا انت مخصي يلا نزل بقول لك ضرب الجبال بقول لك ستظل في كل الثغور جيوشنا لمعاقل الحوثي الأثيم تفجر انت عامل ايه غريب اذا الحرب العالميه الثانيه حسمت في 4 سنوات هذول لهم 10 سنين في اليمن مش عارفين يحسموها وهي مع جماعه مع الحوثي ما بالك لو نزلوا نظام مقابل نظام الله يخزي ما بالك ما بالك ما بالك يا اخي بقى لو دخل الحوثي على السعوديه الله الله يخزيك يا جيش الكبس فعلا فعلا هيرقصهم بطلقه شمال وطلقه يمين طلقه شمال وطلقه يمين طيب بعدين هو يناشد ابو حفص يعني نفهم انه هذه شكايه مثلا شكوى خلص راح نحط مين ابو حفص بعدين بيناشد فيه يطالب بالتدخل والتحرك هو ابو حفص القرشي او ابو حفص الشامي لا اعلم هو امير تنظيم الدوله حاليا خليفه ابو بكر البغدادي الله يرحمه اظن اسمه ابو حفص يعني في عقل اللاواعي فقد الامل في آل سعود حتى يروح يناشد امير المؤمنين اه امال ايه طيب يا اخي احنا في فلسطين شو بنقول احنا بنقول لامير المؤمنين بنقول يا ايها الرجل الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي ادنس هذه شكايتنا مظلمتنا لأمير المؤمنين أما هو هذا إذا كانت له شكاية ومظلمة فهو أصلا منفصل عن قضايا الأمة لا يحمل همها لا يحمل إلا هم بقاء آل سعود ولا ينافع إلا عن آل سعود ومنفصل عن واقع وقضايا أمته وهمومها بالكلية بجميعها فهو بأي لسان حق يدعو قاعد بأي لسان حق يناشد هذه الأمة إلها رجالها في كل الأصقاع إلها رجالها انظر أنت وين رجالك يا أخي إلهم 10 سنين مش عارفين يحسموا حرب مع الجماعة مع الحوثي وجايب كل صلافة تناشد أمير المؤمنين يعني أنت شايف إنه هو حلك مثلا
استغفر الله العلي العظيم. يا حبيبي دولت ما بيسترجلوا دول عايز اللي يحميهم زي ولي العهد بالظبط. ما بيعرفوش يكونوا ثاني بلادي دلع السلامة يا بلادي يا زنديق. يدخل لك راجل بقى يا ولا يلا اتعلم الرجولة بقى. ايش معنى زنديق؟ حالك يا مجاهد عامل ايه؟ الله الحمد لله والله الله يبارك فيك. بركة الله يحفظك. الحمد لله بيت عم بر ابن ياسر. اه فينك مختفي؟ والله اهو بنظبط الدنيا كده عشان نشوف اخرتها مع بلح ابن اللبوة ده. عايزين نجيب دغ امه الارض بنحضر له بقى شوية افشخانات كده عشان نفشخوه هو وامن الدولة ولاد اللبوة. ايامهم سودة. ده واحلى حاجة السيسي ده اكفر واحد في حكام العرب هو محمد بن سلمان اكفر اثنين. لا 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 ده بص انت سبت شيطان العرب ولا ايه؟ ده يا صاح محمد بن زايد ابن ناقص ده الشيطان ده الكبير. ايوه هم الثلاثة دول اكبر ثلاث شياطين واكفر ثلاثة. هو السيسي عامة يعني في نفس المستوى بتاعه. هم الثلاثة بصراحة في نفس المستوى واحد شياطين ولاد كلب. اي والله نزل بلاد الزنتين قصة وندالة ووساخة اخر يا حسن يعني. معقول معقول بيطلع يبلغ وبينزل بيطلع يبلغ وبينزل يمكن هتبلغ ليه يا زنديق؟ ما ينفعش البلاغ على البتوت الأمريكية يا داعشي يا داعشي يا مجرم. ما ينفعش يا داعشي. أين وين الموصل بقى؟ وين الرقة؟ ما محمد بن سلمان ما راحتش بقى بسبب الهيبال والعباط حقكم نقاتل العالم كلهم يا داعشي يا مجرم. وجالس لي في مصر ليه؟ جالس في مصر ليه؟ ديار الكفر اللي شيء. تعتبرها كفر انت يا بلادي تنكر انك شيعي. كفرش الشعب المصري 70 مليون كفار عندك لانهم شكوا في الانتخابات كفار. تكفرهم ليش؟ ما تهاجر الى ارض الخلافه. ارض الخلافه خلافه غصب عنك خلافه بالملوخيه بالاراضي يا زنديق خلافه البسطرمه يا خلافه خلافة المجهول مجهول يعلن عن خلافة لمجهول. أبو حذيفة الأنصاري شو اسمه الخليفة ده يعطيك $1,000 اشتراب اللي خمسي الناس دي عليه بأخوة أمثالك يا زنديق. شو اسم الخلافة الخليفة الخرافة خرافة خرافة قالوا خلافة خرافة هذه يا ولدي. يلا لماذا تدافع عن ابن شالوم؟ خرافة أبي حفص خرافة ما هيش حقيقية أبدا. ما يركبك فوق السطوح ولا وزارة ولا طيران ولا أي حاجة ولا أي حاجة حتى الخليفة. سيبوا والله سيبوا يا صوتك أحسن من نسوان اللي أنا بحبها بالظبط. بقول يلا انا مش عارف هو ما فيش سعودي راجل ما فيش سعودي راجل يطلع يتكلم. بعتولنا خروف شغال عندهم يتكلم باسمهم. هو فيش رجالة سعوديين يتكلموا بعتين واحد خروف يتكلم باسمهم يعني مش فاهم. انا مش فاهم يا ابو كارلو ولي العهد السعودي فلازم يجي يجيب شويه علوم مرتزقه شويه نسوان مرتزة يا داعش. هو دخل ولا ايه يا هلا؟ هو دخل ولا ايه يا هلا؟ كافر بالنسبة لداعش. هو دخل ولا ايه يا هلا؟ دخل بالجامد يا هلا. بالنسبة لداعش. قصدك محمد بن سلمان بيعمل عليه حفلة. حازم صلاح عشان كده طلع بيدافع عنه. لا عشان عينه تبقى مكسورة. عشان عينه تبقى مكسورة لازم يتعمل عليه حفلة. هتلاقيه بيجيب له ايه؟ هتلاقيه بيجيب له زناجوة. يا داعشي أين جهاد الدواعشي؟ ابن سلمان بيجيب لك زناجوة. أين حريم الخلافة يا داعشي؟ حريم الخلافة أين هم؟ أقول لك ولا زعلت
اقول لك ولدي زعلت يا اخي، جالس لي في ديار الكفار وتدعمش الكفار بالفلوس ليه؟ اقول لك ولدي زعلت يا ولد الخلاف وتحرر، اقول لك ولدي زعلت النسوان تحرر نساء الخلافه يا بلادي. قضمت يا بلادي الصبح قضمت، اخرس يا عجوز يا خرس يا شيخ ايها الشيخ اخرس يا قليل الادب جالوس لم تتربى يا غد ربوك على التدليس والزندقة. انت شايف العرة ده هو بيبيع دينه، انت شايف ما تاكلش طعمية، انت تربية الجامية البطنية، اكلت الطعمية والفلافل والفراخ والطواقيت يا زندير وخرص يا عجوز يا خرب. بص يلا بص يلا سيدك يلا سيدك وبنتك الجمل يلا المنتين تعوش. بص سيدك هو بيمسك الجمل عشان يعمل اكبر كبسه في العالم يلا. لا الكبسه بتكبسك يا ابن يا طعميه، الكبسه بتكبسك اكبر كبسه في العالم، هذه هي انجازات الكبسه بتكبسك اكبر يا طعميه. عايش في ارض الخلافه، اين ارض الخلافه؟ قال لك انا مع حافظ صلاح يا كذاب يا زنديق. اين سيدك الدفداشر؟ اين هو؟ أين هو؟ الآن يستعرض السروال ويلبس سروال البكيني على البحر. تحب السراويل استراتيجي؟ يلبس البحر البكيني، يلبس سروال البكيني على البحر الآن. بالداشر. أشتري لك بكيني عشان تتصدق يا استراتيجي على النهار والشواطئ يا استراتيجي يا دبي. ابن الشمام. وشمام مين يا شمام؟ ده انت ابن الشام يا استراتيجي مسوي لي سعودي. بإذن الله لما نمتلك البلد يمين بالله أول ما هنطلب بيهم هم اللي جانوا هنطلب بمين يوم. انت يا لا انت طالب بمين اللي جان ولاد الكلب ده انت يوم. طعمية ما انت قادر تاكلها طعمية تطالب مين يا لا انت يا لا الزنادقة هؤلاء الزنادقة هطالب بك يا كبسة وهعملك كبسة اخرس اخرس يا عجوز يا خارف جالس يا عجوز هدف للموحدين هؤلاء الزنادقة بكيني بشتري لك سروال بكيني يا استراتيجي تتسدحش على على ابن سلوم ايوه البكيني هذا بلادي يا ارض بالبكيني بكيني نحن ما نعرفش بكيني ده ابدا ده انت اللي تعرفوش انت اللي تعرفوش يا زنديق هو اللي بالايمان يعني هو ما في سعودي يا زنديق يا زنديق ايها الديون ايها الديون تدابع اصله فصله يا جماعه يا جماعه تدابع عن الديون يا ديون يرجعون لآل سلول ليلة نهار تدابع عن الديون يا ديون مولانا السلطان ليلة نهار اين هو صراحة الحرية في بلدك واسعة جدا يا ايها الديون الصديق الديون تدابع عن الطاغوت الديون ملعوب في الدين الذي يجر انت ما حد يعطيك وجه بني عنا اعطيك على وشك وعطيها ومش عطيها واكشنها جماعتك شنها وين فيهم جماعتك شنها بعدين واحد ملعوب في العداد بتاعه ملعوب في الدي ان ايه بتاعه لا عارفين اصله ولا فصله وبعتينه يتكلم باسم السعودية وباسم آل سلول اطال الله خزعبلاتهم انا مش فاهم يعني انا هذا كلام عايز اساله سؤال بس بعد اذنك ابو كارلو ابو كارلو بقول انه احنا لازم ابو كارلو صحيح انا اصدرت فتوى انا اصدرت فتوى على فكره عطلت فيها الحج ما دام آل سلول هم اللي بحكموا مكة هم بحكموا أرض الحجاز فلا يجوز لا ولا يجوز حتى مكروه أو حتى حرام حرام الحج إلى بيت الله في مكة ليه؟ لأنه الفلوس تذهب للحرامية وقطاع الطرق وقطاع الطرق بيشتروا من الكفار أسلحة وطيران وبضربوا فيها العرب والمسلمين أضف إلى ذلك أنهم بدعموا أمريكا ما تحرمش بقى الحق علينا يا مجرم الحق ركن من أركان الإسلام يا مجرم ما تحرمش الحق علينا فأنا الحق الحق ركن من أركان الإسلام لأجل ما تحرمش الحق ولا علينا ولا يا مجرم يا مصري يا فلسطين ما تحرمش الحق علينا
انت ساعد على التيك توك لا تراصرش غلط تسطح لي على التيك توك وتضرب لي في في التبونه تضرب لي في المكرونه وفي المنسف وجاي تتكلم ما تجاهد في غزه وتفكنا من شرك يا مولاي لكن ما دام تتكلم لي على الحق يا مجرم الحق ركن من اركان الاسلام يا ولد ارض الحرمين فالحج حرام والله حرام لانه انت انت رايح على الحج عشان تمسح ذنوب في نفس الوقت تدفع انت فلوس لقطاع طرق يشتروا اسلحة من امريكا وامريكا كمان في نفس الوقت بتدعم العدو او اعداء المسلمين بقتل المسلمين يعني انت بتدعم من يقتل المسلمين بفلوس الحج اذا انت يا حاج ويا حاجة انت الله اعلم اذا مكتوب لك اياها ولا لا اذا كنت تعلم في الوضع السياسي يمكن ربنا يحاسبك اما اذا كنت يعني انسان على باب الله وكبير في السن وبتفهمش في السياسه وبتعرفش مين اللي بحكم السعوديه اصلا وزي الحج او حج طالعين من الصف السادس بيعرفوش شيء يعني ولا يعلمون شيء بجوز الله يغفر لهم لانهم يعني ما بيعرفوا في السياسه وما بيعرفوا آل سلول وهيك بينما الشخص المدرك المتعلم اللي بيعرف يعني مين بحكم ارض الحرمين وبيعرف ايش بيعمل الدب الداشر انا بتوقع انه سوف يسأل عن الاموال اللي صرفها في الحج اين ذهبت فاذا بيقول له ذهبت الى الحج بيقول له لا هي راحت لجيوب آل سلول علشان يشتروا اسلحة من امريكا ويدفعوا الجزية كل اخر سنة لمولانا السلطان دونالد ترامب ابو كارلو انا عايز أسأل بس السعودي الواد السعودي اللي عمال يتكلم ده نفسي أعرف مين حخام نط على الست الوالد لأن الواد ده دمه صهيوني قالك الواد انت يا يالا ولا انت ابن اي حخام يالا انت ابن اي حخام يالا انت ابن اي حخام ما تخرصش بقى يا انت ابوك حخام مين يالا الحخام اللي كان بيدرس في السعوديه يالا مع ما تاكلش الطعميه تغطي على عقلك طب والله طب بجد والله انت الولد اللي كان بيدرس في السعوديه مع الحخام يالا ابوك ده يالا يا دعشي ابوك ده يالا الحخام ده السلامه حخام خلا ولا شفت عشان هجيب سيرة ابوه جبت سيرة ابوه الحقيقي حخاء حياه امك اللي هتجيبك انت والحخام ده وين بيروح هو بيروح يحخم مع بيروح يشوف ابوه بيشوف الموضوع فيه انه انا هنا ما بنزل احد يعني ما بنزل احد الا هو بنفسه يا عم هو بينزل بيروح بيشوف الضابط اللي مشغله ولا شوف مين القائد مين اللي مشغله ياخد منه كلمة اطلع يا ابني شدك اعمل بالفلوس اللي انت بتاخدها هلا اطلع هبي ده مفيش منه اي رجا خالص طالع بيهبل وخلاص عيل تافه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين أنا اليوم ضحكت كثر ما ضحكت يعني بكيت دموع أقسم بالله بكيت دموع كثر الضحك أنت عمال تاكل وعمال ترقص وعمال تدعي لشالوم ويا شالوم أنت عم دايس في الدايس أنت عايش في البلح يا ابني أنا إيه عايز جيب لك بلح من عند السيسي والله عنده بلح حلو الله علي عنده شوية نخل بلح احسن من البلح بتاع السعودية لا وبعدين ده طرحة البلح بتاعته ايه خسة وندالة وبص يعني تخليك تعيش كده مرتاح ومضميرك مرتاح من كل حاجة بلح يعني ايه يعني بلح ولا ده؟ بلح يا ابني انت شايف البلح البلح اللي بنكلوه ده مش غيره لا السيسي بيطرح بلح بس هو بقى نقاوة بلحة معفنة من التينة كده بس كلها ايه وساخة وندالة وخسة وجبن حاجة وسخة يعني حاجة عر واحد بيجري ورا الجمل والتاني بيطرح بلح مكملين بعض بصراحة
عاملين دويتو كويس يا اخي. شكلي يضحك يا اخي كل ما اشوف شكلي يضحك. يا والله شبه كفار الجاهلية. مش شبه صراخة. السلام عليكم. مش شبه صراخة والله شبه يحب ابو جهل. عاملين ايه يا دي النيل علقنا وسنين. ايش الاخبار والاوضاع والبقلاوة بتحبوا البقلاوة والكنافة؟ قول طعمية 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 طعمية. ده انا احب الطعمية والملوخية. ملوخية طعمية بالارانب. انت بتضرب شابو يالا يالا شابو لك اشكالك يالا. امال انت بتضرب ايه؟ استروكس؟ لا ملوخية بالارانب مع بسطرمة. مع بسطرمة مع بسطرمة. دخلوا لك جامد يالا. يا واد يا سوداني انا بحبش الويك. اسمحوا لي يا جماعه السوداني. انا استاذنكم. لا لا ما نسمح عشان لك استاذنكم واستودعكم الله. سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الوقت الجاي ان شاء الله الى وقت الله. يا اخي انت بثك عجيب. اتكل على الله. انا اتكل على الله عشان انا نفسي بتموع من الواد المتلوع. نفسي بيتلوع. ده انا اعطيك عبيه الملوخيه والارانب تنسى الدنيا وما عليها. اعطيك رز بالحليب. رز بالحليب مع اشطوطه يعني مع شويه شوكليت تنسى الدنيا. ما تشرب ليه ما تاكلش من بلبن؟ بلبن خد لك اشطوطه صغيره مع شوية من الشوكولاتة بتنسى الدنيا وما عليها يالا. يخرب بيت شذوذك يا استغفر الله. لا ما يجوز القذف. استغفر الله. انت شاذ يالا. يعني استغفر الله. استغفر الله. انت بعد اللي انت عملت تعمله ده بعد جيت استغفر. يا نهار ابيض يا يالا. شوف احنا شوف احنا نمزح لكن لا يجي الى القذف هذا. شوف انا لاحظ اني ما سبيت حرقتك يعني ان انت شاذ يعني حرقتك يعني. لا والله ما حرقتني. اولي وكنا على واحده الفلبينيه لعبه في وانت صغير يعني. وكانت تكون لعبه في الاعدادات بتاعتك. قول لي طعميه حلوه دي. قول طعميه بس بشرط تاكل سطل من الطعميه. ازوجك فلبينيه وتاكل سطل من الطعميه. اه يا كبسي. اه يا كبسي. ما انت بلكش حل. المغربية عندنا كمان والله تيجي حلوة. ازوجك فلبينية وتاكل سطلة من الطعمية وازوجك معاها مغربية كمان. مع السلامة. جاجة الطلب. طب خد بالك عشان المغربيين بيعملوا تاتش مغربي هيخلوك ما تعرفش تنام طول الليل. تبقى تفضل تقول ايه حخامي فين حخامي فين. نتنياهو فين نتنياهو فين. لا هنضيع يا نتنياهو. الله يخرب بيت سنينك احنا بنضيع. سيدنا بيموت يا نتنياهو. الله يخرب بيتك اكسب الحرب. يا باب يقول لك اقضي عليهم. شفت انت معايا ذاك اليوم. طب انت شوف الراجل اللي في سلطنة عمان كان طالع بيتكلم بيقول لك ايه اسمها ديت اليابان. يعني طبعا اليابان موقفها من العرب دايما معاها ودعمها. فلما لقوهم في بتاع وقف الحرب ده اللي هو وقف اطلاق النار اليابان رفضت وقف اطلاق النار. الراجل استغرب راح سأل ناس في السفارة بيقول لهم انتوا ليه خدتوا القرار ده مع انكم بتدعموا يعني العرب وبتبقوا واقفين مع العرب. قال لهم العرب بيمثلوا لنا حاجات كتير يعني احنا ما نقدرش ناخد قرار بعيد عن العرب وخصوصا دول معينة دول كبرى. المهم قال له طب انتوا خدتوا القرار ليه؟ قال لهم عشان الدول الخمس دول عربية
قالوا لنا ارفضوا وقف اطلاق النار. سفير في سلطنة عمان بقول لك انا اتصدمت لما قال لي الكلام ده، اتصدمت، جاله فجعة، ما كانش متوقع الخيانة واصلة لحد كده. أثر الخيانة واصلة لحد كتير كتير. لا خمسة دول ها؟ خمس دول معروفين يتعدوا على الصواب. قلت يكون كلهم أصحاب. يتعدوا على الصواب، البحرين، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن. البحرين أساسا مش دولة. البحرين استراحة حقتنا كسعودية كفي السعودية. بس هي كانت قايمة بحرب ضد اليمن، يعني كانت مسترجلة فيه. بس كانت بتتحمى. البحرين كلها شارع اصلا. كانت بتتحمى بماما امريكا. هي كلها على بعضها شارع. طب انت شفت ابن الملك ولا ابن الخنزير ده اللي حاطط نياشين كتير كده؟ اخره كان بيلعب بابجي باي. مستلم النياشين دي من بابجي. ايه هو عطى بيان في بابجي. بقول لك احنا سنحتل اليمن. يلعب ببجي ولا يقتل شي دماء المسلمين ويريق ويمين بالله عارف لو طلع لو حارب اليمن يا مصري طلعت عليهم لكن ما يقتلش المسلمين القتل المسلمين كبيره يا مصري ما يقولش انه خليفه المسلمين قال لك انا حازم صراحه مين ده مين ده المسلمين عمك مين المسلمين مين المسلمين المسلمين المنافقين المسلمين المنافقين ده انت تعرف المسلمين يعني ربنا ما امرش الرسول قال له يا ايها النبي جاهد المنافقين والكفار جاهد ما في ايه اسمها جاهد 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 بالجيم جاهد 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 ما قالش ربنا للرسول جاهد المنافقين والكفار ليه ما قالش لا ما قال كده قال يا ايها النبي جاهد الكفار ايوه والمنافقين ايوه ها ايوه طيب جاهد المنافقين ازاي بقى يطبطب عليهم بالحجة والبيان لا بالحجة والبيان وإظهار الحق لكن بالعلم الشرعي ما هو بالجهل بالعلم الشرعي يعني المنافق يخني ويطعني مش كده وأنا يا شيخ المصري أحكمه بالحكم الشرعي كيف؟ طب وإيه حكم الشرعي؟ حكم الشرعي؟ حكم الشرعي اسأل أهل العلم واضح؟ ايه اطبطب عليه. ايه اقل الله يفرج عن محمود شعبان ونعم الله يفرج عن محمود شعبان ده تشل في السجن. المايك مفتوح. والله تشل في السجن يا ايكي الله ومحمود شعبان ده هو في قلب السجن تسمع له خطبة وهو في قلب السجن اسد. ماي لا خطبة ما له خطبة في السجن. والله له خطبة في السجن. هذه أكاذيب لا والله مطلع خطبة في السجن لن تركع أمة نبيها قائدها النبي محمد. لن تركع أمة قائدها النبي محمد. وهو كان بيكلم روسيا وأمريكا. أخرجي يا أمريكا. أخرجي يا روسيا أسلحتك النووية. غضب ملك الملوك صدقني ما حد يقدر يسوي الخطبة في السجن وينشرها برا السجن بقول لك ايه اجيب لك الخطبة واسمعها لك انا عارف انك شفتها في اليوتيوب ترى فيه عناوين كذا لا يا حبيبي خطبة من السجن انت عارف مين اللي جايبها تسريبات من السجون بتاعت السيسي الخسيس طلع من تسريبات من السجون انا شفت له صورة على العربية في السجن ايوه تسريبات هو ما وهما بيزقوه بالعربيه هو طالع من السجن لا ليه خطبه وهو في قلب السجن وهو في قلب الله السجن الله يا ليان تجي جاي اذكر لقائه مع وائل البراشي بيخطئ ده وائل البراشي ده تذكر لقائه مع وائل البراشي والله قال انا ساموت وانت ستموت ثم لقاؤنا عند ملك الملوك وانا خصيمك يوم الدين أيه سبحان الله شوف كيف هذا الرجل ذاك مات بالكورونا
وهذا بإذن الله يوم القيامة إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ما إيش الشيوخ دولت بقى؟ ترى على فكرة محمود شعبان أنا أعتبره يعني كشك هذا الزمان، كشك هذا الزمان. أنت تعرف خطيب مفوه تعرف أنت بقى لما كانوا مسكنوا البلطجية في قلب ربع وكانوا بيطلعوا الحبوب الفياجرا منه ويقول لك الشيخ محمود توبس ومش عارف ايه ويشدوا له دقنه. اظن هو ما مع الحبوب بس هم يحاولون يلبسونه بالحبوب. لا ما كانش معاه الحبوب حتى هو كلمه وقال له عيب وبتاع والتاني زاد فيه بلطجي لا يعرف دين ولا يعرف دي اخلاق ولا يعرف اي حاجه ولا يعرف اي شيء. حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم. ولا رجل يعني يا الله اسود الامه مرميين في السجون وهم طلعين علينا بقى شيخ الازهر احمد الطيب ما بيعملش حاجه ولا ليه في الطور ولا في الطعيم. تخيل انت بقى لو الشيخ الشعراوي رحمه الله كان لو كان هيعمل ايه؟ والله كان راح فتح المعبر بايده. لا يا اخي بلغت الله والله ما بلغت والله بلغت والله الراجل ده ما في انت تعرف اصلا لما كان بيبقى قاعد كده ما بيقعدش على المكتب بتاعه كان بيبقى يا عزيزي الكرسي. يا عزيزي الكرسي. يا عزيزي بارك الله فيك والله يرحم روحك يا شيخ الشعراوي ويرحم سائر اموات المسلمين. لكن والشيخ كشك الله يرحمه اسمح لي. الله يرحم جميع اموات المسلمين رحمه الله عليهم. هاي الدعوه قائمه باذن الله. لكن هذه الامه هل هي بعددها لم يوجد فيها الا واحد او عشرة او مليون امه الاثنين مليار؟ يا اخي الكريم اذا احنا بدنا نضل نقول لو بالفرضيات معناته لو زرعنا الملح وما طلع لو ربنا ينصرنا لو غلط غلط. الأمة بتكاتفها وبمدى ثقافتها وبقدرها الإنساني هي أن تستطيع أن تغير من واقعها. نعم نحتاج إلى قائد دائما لكن إحنا كلنا ممكن أن نصبح قادة لأن الحق بين وربنا سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا على أسس وأساس واحد قائم هو صراع الحق والحق هو الله سبحانه وتعالى. الحق والباطل والباطل هو الشيطان وأتباعه. فإحنا كما يعني نتغنى بالشعر وهاي الأمة لا زالت تنادي يدعوك شعبك يا صلاح الدين قم تأبى المروءة. يعني أنتوا كلكم حتى اللي مات أمواتكم بدكم تخلوهم أحياء وأحياءكم هم أموات؟ إحنا أموات لما يحصل في واقعنا الإسلامي وفي واقعنا اللي إحنا منعكس في ديننا. يا حرام ويا حسرة على هذه الأمة. سامحني يا أخي إحنا إذا بدنا نضل نقول لو فلان موجود كان عمل وما كان عمل لو وبعد ما يروح الواحد وهو موجود على سبيل المثال مثلا صدام حسين قتلوا وأعدموا بأيديهم والآن من قتلوا يحلف بحياته ويتمنى أن يعود. فإحنا لا ندرك الحقيقة في وقتها أو في وقت قريب وصعب كل إنسان أن يدرك الحقيقة في نفس الوقت لأنه لو أدركت الحقيقة لكنت متكامل أو أشبه إلى الكمال والكمال لا وحده. لكن إحنا ندرك الحقيقة دائما متأخرين ومتأخرين جدا لذلك نحن بعيدين عن الحق والحقيقة وستبقى حالتنا هذه الحالة بين الحكومات الكسدة. تفضل. الله ينصر الإسلام والمسلمين ويمكن للمسلمين في كل أرض يا رب. آمين 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 آمين. والله يعني الواحد لو فهم دينه فعلا صح وتدبره صح وعرف كل معنى وكل كلمة هيقدر يحكم بيها مش دولة واحدة دول
يا حبيبي يا أخي الكريم، هو ديننا طلاسم أو ديننا ألغاز؟ الدين بسيط ويسر وليس بعسر، لكن عليك أن تعمل بما تفهم، عليك أن تعمل بما تسمع، عليك أن تأخذ الجانب الإيجابي والجانب الصح وتترك. لكن أنت على حتى تعمل بهذه الأشياء اللي أنت بتقتنع فيها، عليه شخصك أن يكون حر، له حرية. لكن إحنا العرب محكومين كالعبيد للأسف، وأصبح من يحكمنا هو من يرقو ويسمو إلى أن يكون استغفر الله ربنا الأعلى. ولذلك إحنا في بعض شعوبنا لمن أطعمها وأعطاها أكثر مما احتاجت ألهت هذا الحاكم للأسف. وهناك من الحكام من جوعوا شعوبهم حتى تبقى فقيرة منبطحة لا تفكر إلا بطعامها وبقوتها اليومي. تفضل. بس الشعوب هي اللي بتصنع فروق، الشعوب الخانعة هي اللي بتصنع فروق. نعم. إيه بس يا أخوي نعم. إيش الحل؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب اللي اتفقنا عليه، إيش الحل؟ هل الحل مثل الخروج المسلح ولا إيش الحل؟ الحل ليس الخروج المسلح أخي الكريم، لا يعني البدايات دائما لا تكون بالعنف وكذا، لأنه في عقل، وعقل الإنسان زيني سبحان الله. أكبرنا جدي وجدك وأبوي وأبوك كانوا دائما يقولوا كلمتين صغار، العقل زيني. لكن هذه توزن مجلدات في العقل زيني سبحان الله. الله ميزنا عن بقية الكائنات في 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 عقولنا، وعقولنا عليها أن تدرك حقيقة حياتها وحقوقها وواجباتها. وكل إنسان إذا امتلك حريته واستعمل عقله وتكاتف مع الآخر بنفس الصفة لأصبحنا قوة ضاربة. لكن للأسف يا أخي الكريم إحنا ندعي بما لا نفعل، ننادي في الدين. ومن وإحنا صغار أبوتنا أخذونا على المساجد كل يوم جمعة وأمرونا بالصلاة والصيام و و و و لكن للأسف الأساسيات اللي هي حريتك الشخصية، عدم التبعية للآخرين، إن كان والدك، إن كان مجتمعك، إن كان عشيرتك، قريتك، ما أعطونا الحرية باستقلال شخصياتنا حتى نكون أنفسنا، بل كنا دائما تابعين نتبع هذا أو ذاك أو هذا الفكر أو ذاك الفكر. ونتيجة للتدخلات اللي حصلت من برا عن طريق مين؟ عن طريق من يدعى بأولي الأمر، هم الحكام والزعماء وكذا، وبقينا متجمدين على هذه الحالة للأسف. لذلك هم يعيشوا حياتهم ويتصرفوا فينا، ونحن ننجب أجيال جديدة لأجل أولادهم، أولاد هؤلاء الحكام، حتى لما ييجوا يلاقوا ناس جاهزين يحكموهم، وتستمر المأساة على هذه الطريقة إن لم ننتزع الحرية ولا نستجديها. الحرية لا تستجدى، لا تطلبها، لا تترجى عليها، تنتزعها انتزاع، لأنها يحقق من خالقك سبحانه وتعالى. ربنا خلق الإنسان حر ولم يخلقه عبد، العبد استعبد العبد، وكلنا عباد، عباد الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من طغى وتكبر، وهناك من توافق مع هذا الطغيان، لذلك ستبقى حالتنا هذه الحالة للأسف. سامحونا. السلام عليكم. يا اي كي بوس بقى يا اي كي. المهم تابعوا حسابي اللي تحت، تابعوا حسابي. بس عندي بس مفتوح الحين، اذا قفل اي كي نروح فيه. بس يا والله يا اخي بث المستمعين، تابع حساب المستمعين.
يا جماعة تابعوا استراتيجي، روحوا على استراتيجي. أنا الحال بحط هذا الشاحن، ما أدري وين راح المصري، بحط جوالي في الشاحن. كان بث جميل صراحة. أوكي كيف استراتيجي؟ يلا تابعوني يا إخوان، يلا تابعوني استراتيجي، أشوفكم هناك.